وعلى آله وصحبه ومن سنة سنة وسار على هذه وقت فأكره بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بكم أيها الأخوة الكرام الحضور في هذه الأمسية الطيبة في ورشة العمل مع فضيلة الدكتور هادي البنا، رئيس منتدى الإنساني ورئيس منتدى المنظمات الخيرية في بريطانيا، مؤسس أكبر منظمة إغاثية في العالم وهي الإغاثة الإسلامية عبر الشباب. وسيكون اللقاء حول دور الشباب في المجتمع المدني. تعلمون أن دور الشباب يعني دور أساسي بارز، الشباب الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان أصحاب محمد إلا شبابا صلى الله عليه وسلم. ما دور الشباب في المجتمع المدني بمحاوله المختلفة؟ نبقى مع فضيلة الدكتور ليبدأ مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا إن أنا بتكلم معاكم المرة الثانية أو الثالثة النهاردة في أورفا اللي غيروا العالم كله. اللي عايزين زي عبد الحليم حافظ ما بيقول يعدوا على الصحراء تخضر، مش كده برضك؟ تعدي أنت على الصحراء كده تخضريها، هنعمل يعني يعملوا الحاجة اللي تاخد سنة في يوم. أنا هسأل أسئلة وهتكلم في نفس الوقت. فخلاص يا شباب، دور أو مشاركة الشباب في المجتمع المدني. مشاركة الشباب في المجتمع المدني. السؤال الأول، ماذا نعني بالمجتمع المدني؟ السؤال الأول، ماذا نعني بالمجتمع المدني؟ أنا هسأل بحاول لكم دلوقتي إن شاء الله. أخبرك يعني إيه مجتمع مدني؟ يعني إيه مجتمع مدني؟ ويعني إيه مؤسسة مجتمع مدني؟ حد عنده فكرة عن كده؟ يعني إيه مجتمع مدني؟ ويعني إيه مؤسسة مجتمع مدني؟ تفضل. المجتمع المدني هو المجتمع الذي دي الميكروفون هو مجتمع يضم تحت جناحيه كل الأطياف والفرق والأديان، كويس. فهو مدني امتياز يعني، كويس. لا ينظر لاعتبار الدين والعرق، كويس. ده تعريف. في تعريف ثاني؟ تفضلي. هو المجتمع الذي يعيش فيه جميع المواطنين كمتساويين في الحقوق والواجبات، الكل يشعر بأنه يتسع للجميع وهو مرض للجميع. جزاك الله. في حد تعريف ثاني؟ تفضل. المجتمع المدني هو نقيض المجتمع العسكري. المجتمع المدني هو نقيض المجتمع العسكري، يعني مجتمع غير عسكري، وهذا ما يعني يطلبه كثير الآن من الشعوب الحكومات المدنية. كويس. يعني المجتمع المدني يختلف تماما عن المجتمع العسكري، وده اللي كل الشعوب اللي بتقوم بتغييرات عايزين يكون عندهم حكومات مدنية. أي تعريف تاني؟ كل التعريفات دي صح، لان احنا ما بنتكلمش عن قرآن، بنتكلم عن اجتهادات افراد داخل مجتمع مدني. يبقى المجتمع المدني بالنسبة لي انا هو مجتمع المواطن. المواطن اللي هو الأسرة واللي هو العشيرة واللي هو القبيلة وكل الحاجات دي كلها، المجتمع الأهلي اللي هو في جزء منه اللي هو المجتمع الأهلي. فكل هذه التعريفات بالنسبة لنا احنا صح، مفيش حاجة غلط. حتى طب ما هي مؤسسات المجتمع المدني؟ السؤال الثاني، حد يجي يقول لنا ما هي مؤسسات المجتمع المدني؟ تفضل. حاضر. يعني مؤسسات المجتمع المدني هي تبدأ من المجالس المحلية، وممكن مجالس الأمة، مجالس مجلس الشعب، الحكومات، هذه كلها مؤسسات مدنية. ممكن المنظمات الغير الحكومية، المنظمات الأهلية، هذه كلها مؤسسات المجتمع المدني. جزاكم الله. في تعريف ثاني لمؤسسات المجتمع المدني؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
هي كل المؤسسات الغير الحكومية التي تقدم الخدمة المجتمعية. كويس، كل المؤسسات غير الحكومية التي تقدم خدمة مجتمعية. الأخوات عندهم تعريف تاني؟ ها؟ يبقى المجتمع، يعني احنا قلنا المجتمع المدني هو مجتمع المواطن، يعني المركز والمركزية والمحور في المجتمع المدني هو المواطن، ده مسميه civil society، civil community، اللي هي مجتمع المواطن. civil society organization اللي هي مؤسسات المجتمع المدني، اللي هي المؤسسات التي يديرها المواطنين المدنيين بغض النظر عن هم مين. أما المواطن العسكري والمواطن الأمني اللي هم، فدول مش داخل مؤسسات المجتمع المدني، لأنهم وظيفتهم حماية المجتمع المدني من الداخل عن طريق القوات الأمنية لكي يحموا الفرد من الداخل، ومن الخارج عن طريق القوات العسكرية يحموا الوطن كله من الخارج. يبقى الوظيفة الرئيسية للمؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية، المؤسسة الأمنية تحمي المواطن في داخل البلد من الفساد، من اللي هو السرقة، الجريمة، إلى آخره إلى آخره. أما المؤسسات العسكرية فتحمي الوطن ككل من الخارج، لكن الذي يدير شؤون الوطن داخل المجتمع المدني هو المواطن المدني. واضحة؟ واضحة؟ اتفقنا؟ 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 تفضل. يبقى المجتمع المدني هو مجتمع المواطن المدني، المجتمع العسكري هو من يحمي الوطن من الخارج وحدود الوطن، وله خاصية وله وظيفة وله استراتيجية وفي رؤية ورسالة. المجتمع الأمني اللي هو بتاع الدوائر الأمنية هو يحمي المواطن، كله يحمي المواطن، كله يحمي المواطن، لأن المحور بتاع الوطن هو المواطن، أساس الوطن هو المواطن، أساس المجتمع هو المواطن، بغض النظر عن العرق وعن الدين وعن الجنس وعن النوعية إلى آخره إلى آخره. اتفقنا كده؟ فده عشان بس نعرف احنا ماشيين ايه، رايحين على فين. ما هي أهمية مؤسسات المجتمع المدني؟ عملنا مؤسسات مجتمع مدني، ايه أهميتها؟ وبالنادي بعمل مؤسسات مجتمع مدني، لماذا؟ من حقك أن تتحدثي وتقنعي الآخرين ويسمع إليك. ايه كويس، يعني الاهتمام بالمواطن كفرد لكي يصبح مواطن صالح في المستقبل. ايه تاني اهميه مؤسسات المجتمع المدني؟ تفضل. اهميه مؤسسات المجتمع المدني تنظيم شؤون المجتمع المختلفه. تنظيم شؤون المجتمع المختلفه، اي تعريف تاني؟ كل دي اجتهادات صح، مفيش حاجه فيها غلط. تفضلوا. أو أول حوار على معاني الاصطلاحات هنختلف ولن نتفق. ها، في حد تاني يقول ما هي دور مؤسسات المجتمع المدني وأهميته؟ تفضلي. نقول مؤسسات تقوم بصنع أو خلق يعني كيانات أو ذات تفكير يعني قادر على التعايش مع الآخر. شكرا، دي وظيفة من وظائف مؤسسات المجتمع المدني. حد تاني تفضل. مؤسسات المجتمع المدني ايضا هي مؤسسات تشارك في صنع القرار، وهي ايضا ممكن توجه ايضا شرائح المجتمع في قرار معين او نحو طريقة معينة في اتخاذ الحكم. شكرا، كويس، دي اهمية. ايه تاني؟ حد تاني عنده تعريف اخر؟ الاخت ارم عندها تعريف؟ أم إيرم عندها تعريف؟ حد من الشباب عنده تعريف تاني؟ طيب، هي مؤسسات يقوم فيها بالدور الأول المواطن لكي يجد له دور في بناء الوطن وحماية المجتمع، وهي مكملة للدور الذي تقوم به الحكومة. الحكومة دورها شمولي، لكن لكي تسد الثغرات المجتمعية
التي لا تستطيع أن تصل إلى الحكومة، ودورها تكاملي مع المؤسسات الحكومية، ودورها تكاملي مع المؤسسات اللي هي التجارية والبزنس بسموها إيه الاقتصادية إلى آخره، رجال الأعمال. يبقى في أي دولة من الدول في ثلاث مؤسسات مهمة: مؤسسة الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات اللي هي بسموها القطاع الخاص. دول الثلاثة اللي من خلالهم بنحاول نبني المجتمع بكافة مؤسساته. ليها طبعا دور رقابي، ليها دور حقوقي، ليها دور مجتمعي انها بتخش في كل المشاكل الرفيعة اللي داخل المجتمع، ليها دور إغاثي إنساني، ليها دور تعليمي، ليها دور توجيهي. وأنا بأضيف هنا من عندي أنا إن الكنيسة والمسجد مؤسسات مجتمع مدني. هناك من الناس من يقولون أنهم ليسوا من مؤسسات مجتمع مدني لأن دي وظيفة غير مدنية. الوظيفة المدنية هي وظيفة كل شيء، ليس كل إنسان ليس له صفة أمنية أو صفة عسكرية، سواء كان قسيس أو كان شيخ أو كان إلى آخر. كل هؤلاء مواطنين مدنيين يستطيع أن يقوم بالدور ده في داخل المجتمع. ومن يقول أننا نقصي المؤسسات الدينية، احنا نقول لا، لا نقصيها، ولكن نؤهلها للعمل المدني. لأن أكبر عدد من المؤسسات اللي موجودة في أي دولة في العالم هي المؤسسات الدينية، كنائس والمساجد. احنا عندنا كم ألف مثلا في سوريا، كم ألف مسجد وكم ألف كنيسة، وعندنا كم ألف جمعية. اعملوا المقارنة كده هتلاقي ان انتوا عندكم عشرات الآلاف من المساجد والكنائس، وعندكم مئات أو ألف أو ألفين من مؤسسات الجمعيات الخيرية. مثلا في مصر كانوا زمان بيسموها بلد القاهرة ولا مصر، كان بلد الألف مئذنة، دلوقتي ممكن مئة ألف مئذنة، لكن عدد الجمعيات اللي فيها قليل 40 أو 50 ألف، مع حيثية الكنيسة والمسجد بالنسبة لإيه؟ للشعب. دي قوة اجتماعية، قوة توجيهية، قوة مرجعية. فاحنا لابد اننا نخرطهم في المجتمع المدني لكي لا يصبحون نتوءا وبعيدين عن تنمية المجتمع من الداخل، ومعرفة ميكانيكيات العمل المجتمعي والقضايا الإنسانية والاجتماعية داخل المجتمع. عشان في يوم من الأيام لما نحب نجد فتوى يبقى الشيخ أو القسيس بيفتي على هدى، مش بيفتي على عدم معرفة. زي كتير جدا كتير من المؤسسات الدينية دون ذكر الأسماء الخلفية بتاعتهم لها أراضي ولها أوقاف ولها أطر إلى آخره إلى آخره. يعني بس أنا بدي من عندنا بضيفها إن المؤسسة الدينية هي جزء من مؤسسات المجتمع، ممكن نناقشون فيها بعد كده ما فيش مشكلة. طيب، يبقى مؤسسات المجتمع المدني هي شريك رئيسي في بناء أركان الدولة، وعندها قدرة رقابية على اكتشاف العلاقة الغير بريئة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. يعني دائما القطاع الخاص أو كثير من الأوقات القطاع الخاص بيبتز الحكومة، والعكس صحيح. فحرية المجتمع المدني أن بيقف في النص علشان يكتشف هذه المخالفات. أنا حضيف محور بس بتسموه إيه؟ مؤسسات فكرية. إحنا تكاد تكون مش موجودة أو منعدمة أو ضعيفة جدا، فلازم نبرزها. أغلب جمعياتنا سواء كانت جمعيات اجتماعية أو جمعيات إنسانية بتهمل هذا الجزء، وهو ده الجزء الأساسي الوحيد اللي ممكن يغير سياسة وثقافة أي مجتمع، بناء على البحث، بناء على النتائج، بناء على المخرجات تستطيع أنك تغير على هدى. يبقى الثلاث محاور اللي هو الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أنا بضيف ليها اللي هو مراكز الأبحاث، لإضافة للمنطقة العربية بالذات لعدم إيماننا بالأبحاث، والمراكز اللي هو think tank اللي هي المراكز الفكرية. طيب السؤال اللي عم نتكلم فيه دلوقتي، هل هناك
دور للشباب في مؤسسات المجتمع المدني أشيروا علينا. أنا مش هتكلم محاضرة، لا، أنتوا النهاردة هتجاوبوا على أسئلة. حاضر، هل هناك دور ليكم في المجتمع المدني ولا لا؟ ها؟ أنت تقولي وتقولي هو الدور، هتبقى حضرتك، لأن هي مش عملية محاضرة ومش عملية تلقي، هي عملية مشاركة ووضع رؤية وتحديد أدوار. ها؟ تفضل. هل هناك دور للشباب في مؤسسات المجتمع المدني؟ إذا كان هناك، فماذا على الجمعية والمؤسسة أن تفعله لكي تستوعب الشباب؟ بداية هم عماد هذه المؤسسات. ها؟ هم عماد هذه المؤسسات. طيب، يعني هم ليهم دور أصلاً؟ نعم، دور أساسي لهم. هم ليهم دور؟ حسب. لا، هم ما لهمش دور دلوقتي، بس أنت بتقول هم دورهم يكون أساسي. نعم. لأن دلوقتي ما لهمش دور، صح ولا غلط؟ صحيح. ها؟ يعني هم لكن أنت بتقول إن إحنا بنقول إن لابد أن يكون لهم دور، صح؟ نعم، دور أساسي. دور أساسي، تفضل. التاني، فالفئة المنتجة هي الفئة الأكثر قدرة على التغيير، فهذا دورهم، دورهم بالتغيير ودورهم بالإنتاج. يعني أنت بتقول إن الشباب لابد أن يكون لهم دور في مؤسسات المجتمع المدني. دور أساسي ورئيسي. لابد. لابد. إحنا بنطالب بالدور دلوقتي. في أي وجهة نظر أخرى؟ يكون لهم دور ولا ما همش دور؟ تفضلي. 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 مش جالك تليفون؟ كان التليفون فيه الحل. يبقى احنا بنفضل. صباعك مرفوع ولا ايه اللي انا شايف صباعك كده جاي على اليمين؟ نزله. يبقى انت بتلاقي هم بيطالبوا الشباب اللي اتكلموا دلوقتي ان يكون للشباب دور محوري في مؤسسات المجتمع المدني. معناه يعني ايه دور محوري؟ تفضلي، يعني ايه دور محوري؟ اساسي. يعني ايه دور اساسي؟ يعني مكلفين. لا، شوفي، انك تتكلمي المجتمع، ما تكلمنيش انا. احنا قاعدين دلوقتي وانت بتعدي نفسك انك تكوني محاضره. عايز يتكلم يتكلم هنا ويواجه الجمهور. انا لا امزح. ايه، طب سكتي ليه؟ اتفضلي. ايه دور الشباب؟ هل الشباب ده انا كان سالنا قلت ايه؟ انا ادري نسيتنا حتى السؤال. طيب، انت بتجاوب على ايه دلوقتي؟ هل هم الشباب ليهم دور دلوقتي؟ اكيد لازم يكون لهم دور، لانه يعني الشباب هيكونوا مثلا فاعلين في المجتمع، فاعلين في بناء المجتمع. طب، يعني هم الركيزه الاساسيه اللي تتالف من المجتمع. طيب، هل هم ليهم دور دلوقتي؟ لا. انت اللي تقولي. كان ايه رد على، يعني ما لهمش. شفت الخطوره بقى ايه؟ مطالب. يعني شوف، هم ما لهمش. تفضل. طبعا لهم دور اساسي تشريعي وتنفيذي. كويس. حاليا ليهم دور؟ لا. يعني الرسول عليه السلام، لا، انا مش عبر الرسول صلى الله عليه وسلم، انا ليه دعوه. لا. انا دلوقتي بتكلم على احنا دلوقتي سنه 1800 الف ولا 2000؟ 2000 2000 وايه؟ 2018 في اورفا في 29 النهارده، مش كده؟ 29 ايه؟ اغسطس 1450. تمام. لهم دور طبعا. كلهم. هل في اليوم ده ليهم دور؟ نعم، كلهم في تخصصه، كلهم في. هل ليهم دور حاليا؟ لا. لهم دور. انت عايز يكون لهم دور؟ نعم، لهم دور. انت عايز يكون لهم دور؟ انت بتطالب. لكن حاليا احنا مش مدينهم الدور ده. انا غلطان ولا مش غلطان؟ لو انا غلطان ارفعوا ايدكم، لو مش غلطان ارفعوا ايدكم. انا غلطان؟ لا. انا غلطان. طب تعالي هنا غلطيني، تعالي قوميني بقى حارب بعض. بتغلطني على الملأ، يجوز هذا؟ يجوز هذا يا فتاة؟ لا، بس مو غلطان، بس كلمي المجتمع. في منظمات حاليا مثل منظمة كير، حاليا مشروع الناشط الاجتماعي، وانا واحدة منهم من بين الناشط الاجتماعي الموجود. نحن نفوت على الحي، مشاكل الحي، مشاكل الموجودة في المجتمع في الحي، نحن نعرضها للمنظمة والمنظمة تصلح هذا الشيء، واختار مجموعة من الشباب. خلاص، خليها تخلص بس. خلاص، نحن مثلا منطقة الأرباش. خلاص، انا خليها هتخلص وهديك الدور. عددنا نحن كموجودين ما يقارب 20 فرد. طبعا نحن ما نبدا بغبط كل اورفه، نبدا بمنطقه معينه. يعني انت بتقولي ان في بعض المؤسسات بتعطي الدور للشباب. خلاص، جزاكم الله خير. طب الاخت ام اروى، ام ارم، تعالي هنا، تعالي كلمي، محدش يتكلم من الكرسي ابدا. انت بقى وضحي الكلام اللي هي قالته وقولي وجهه نظرك. كلمي الناس. لا، ما بيدور للشباب الساعه
كلم ارفع بس صوتك. ما بيدور الشباب الساعتين بهذا الزمان ما بيدور. طيب ده رأيها وده رأيها. رأي الكل الموجودين هون بس كل. لا 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 خلاص. لا خليها تتكلم خليها تتكلم. الأغلبية موجودة هيك. خلاص. إنه الشباب ما عندهم. طيب هي أختنا أم أروى أم إرم بتقول ده رأي الكل. أقولك أنا مش مختلف معه. إحنا دلوقتي بنقول إيه؟ إحنا بنسمع الآراء. ما فيش حد فينا يعني رأيه 100% صح أو 100% غلط. كلها وجهات نظر. إحنا بنقول إن الشباب لابد يكون له دور مهم جدا، صح؟ لكن هل دوره دلوقتي موجود في الجمعيات كمحور أساسي ولا لا؟ في أخت قالت من وجهة نظرها في الجمعية اللي بتشتغل فيها، وأخت قالت لا. صح؟ اتفضل أخونا. اتوقع انه في دور فعال للشباب بشكل قوي بشكل عام يعني في الجمعيات في المؤسسات. يعني الان الكل يعني انظر الوجوه الموجوده اغلبهم من الشباب. يعني هم الان هم فريق الدراسه، هم فريق الاعلام، هم فريق العمل التطوعي، اغلبهم من الشباب. يعني ما نخفي دور الشباب. يعني من هم الشباب المقصودين؟ يعني اطفال 15 سنه مثلا. العمر دكتور، العمر كم الشباب؟ يعني الان اغلب الشباب المتطوعين في الجمعيات في المؤسسات في سواء تدريس او عمل اغاثي او توزيع 35 سنه اكثرهم. يعني هذه النسبه 80%. طيب يعني جزاكم الله خير. هو بيتكلم على ان الشباب اللي موجودين دلوقتي بيقوموا بدور لو شباب الثانوي او نهايه الثانويه والجامعات، صح؟ انا مش مختلف معاك، وهم بيقوموا بدور محدد، صح يا اخي الفاضل؟ بيقوموا بدور واضح الدور بتاعهم. بس انا بقول ايه الادوار الاخرى اللي لو احنا عايزين الشباب يقوموا بيها داخل ايه الجمعيه نفسها. اتفضل. او الاعمال الانسانيه قد يكون الشباب الان معظم دورهم يكون دور تنفيذي. نعم، لحد الان ما وصل الى دور التخطيط. نعم، في بعض في كثير من المؤسسات مثلا مؤسسين هذه المؤسسات او القائمين على هذه المؤسسات يخططوا ويتحركوا. ممكن ما زال يعني اكثر عمرا واكثر خبره هم اللي يقومون بهذا العمل. دور الشباب الان يقوم على التنفيذ، وهذا ممكن يعني كمرحله مقبله يعني ان شاء الله يصير من تراكم الخبرات ينتقلوا الى مرحله متقدمه. ده وجهه نظر. تفضل. انا عايز مع دور اصوات الاخوات. ها، افضل دور يقوم به الشباب هو دور اتخاذ القرار باي مؤسسه. يعني بتكلم على دور ثاني واتخاذ القرار. اذا كان في لهم دور اتخاذ القرار باي مؤسسه مجتمع مدني راح تكون مؤسسه المجتمع المدني مؤسسه ناجحه، بس في شرط انه يكون مع الشباب كبار العمر. فيش مشكله. ايوه، الحكمه مع الحماس. كويس. حماس الشباب مع حكمه الكبار. كويس. يبقى احنا بنتكلم على ان دور الشباب تنفيذي. في وجهه نظر اخرى ما فيش مانع ان يكون دور الشباب ايضا في التخطيط. انا اضرب المثل واذا كان ضربته الصباح ولا امبارح ولا انا ناسي قلتها انا صحيح. ها، اضرب بقى. اضرب بقى. نقوم خلاص مدفع الافطار ضرب خلاص يلا ومفطر بقى. ولا الامساك، امسك عن الكلام، ما تتكلمش، واخد بالك؟ فمش عايز اقول كلام انا قلته قبل كده. لو كنت قلته قبل كده وقفوني. ها، انت ما كنتش موجوده. عيد تاني. يعني لما نجد ان الشباب اللي غيروا التاريخ شباب صغيرين. صدر الدعوه الاسلاميه كان يمكن نص الشباب شباب، من سيدنا علي اللي كان عمره 9 سنين لعبد الله بن الزبير لعبد الله بن عمر لعبد الله بن عمرو بن العاص لعبد الرحمن بن مسعود لكل لاسامه بن زيد لكذا، كل دول شباب. لمحمد الفاتح اللي احنا في بلده هنا شباب عنده 12 سنة كان أبوه عينه والي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكبرهم سنا. أنا مش مختلف، لا أنا عايز أخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بره وأقول له كيف استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفئة العمرية، سواء كان في نشر الدعوة، سواء كان في عمل كذا أو في عمل كذا أو في عمل كذا إلى آخره. فلذلك أنت لو ما ربيتش الشاب في ظلك وأنت موجود على اتخاذ القرار عمره ما هيتخذ القرار. الشاب أو الشابة. عشان ساعات في بعض مجتمعاتنا الشرقية بتحجم دور الفتاة أو المرأة، فبتحرم نفسها من ثقافة جزء كبير جدا من المجتمع اللي هي بتمثله.
أديك أنا مثلا، كنا احنا في شمال كينيا في حتة اسمها مانديرا، وكنا في السنة دي ركبين عربيات في وسط الصحراء كده، والأرض كانت يعني تينة حمراء، فما كانش فيه تكييف في العربية. فواحنا وقلب الصفحة، الرحلة اللي بعدها خدنا معنا ثلاث بنات أخوات، واحدة من أمريكا واثنين من بريطانيا، واحدة فيهم ما كانتش مسلمة كمان. مجرد ما دخلوا على النساء والأطفال، العيال قعدوا يتنططوا على حجرهم. عالم تاني، العالم الذكوري بتاعنا احنا يجعل المرأة بطبيعتها وفطرتها تاخد خطوة لورا، يجعل الطرف الهايب. خدت بالكم؟ فلما ننظر لدور المرأة داخل الجمعية، هي ليها دور محوري. حتى كنا بنتكلم في جلسة من الجلسات السنة اللي فاتت في السعودية على بعض المناطق، اللي انت لو هتبعت مندوب ليك يعمل دراسة حالة لن يدخل على الأسرة على الإطلاق، لأن دي الثقافة بتاعت المجتمع، إلا لو كانت ايه فتاة أو امرأة، هيتفتح لها الباب سواء كانت مع الأم أو مع البنات أو مع الأولاد الصغيرين أو مع الأب حتى. لكن بعت رجل بثقافة المجتمع رافض هذا الموضوع. يعني بنتكلم عن الشباب، بنتكلم عن الشباب بشقي، ها؟ بس الشباب لدور في التنفيذ، ولدور في الإعلام، ولدور في الدعوة، وأيضا لدور في التخطيط، ولدور في الإدارة. لأن احنا بالتالي لو ما أشركناهمش في هذه الجمعية الآن، لن يكونوا قادة في المستقبل. في جمعيات في بريطانيا بالذات، لو أنا بضرب المثل، بتقول لك أنت عندك نسبة كام امرأة في مجلس الإدارة؟ تقول له صفر. طب عندك نسبة في جامعات أخرى بتخش إيه؟ يعني الأسئلة أكثر تحديدا. طب عندك نسبة كم شاب في مجلس الإدارة؟ في الإدارة التنفيذية؟ مجلس الإدارة هو مجلس أمناء. لكن في بعض الجامعات محددة 30% في مجلس إدارة للشباب، سواء كان الشباب من الإناث أو من الذكور. فالناس بيحطوا النسب دي ليه؟ علشان هم حاسين في طاقات. صحيح أنت عندك خبرة زي ما اتكلمت. لا غبار على هذا. الخبرة عايزة حركة، وعايزة أفكار جديدة، وعايزة رؤى جديدة، وعايزة أفكار غير نمطية. أنا مثلا متربي بدأت أتكلس، ثم هتحجر، ثم الجبس قبل الحجر والحجر قبل الجبس. طب أتكلس ثم هتحنط بعدين، وتحجر وتحنط. ده المصريين بيحنطوا ولسه عايشين في المامي اللي هي الموميا. فانا في سن العمر دلوقتي قد يكون عندي بعض الافكار الكويسه، لكن خلاص بدات دخلت في فطور ان انا خلاص يعني القالب بتاعي بدا ايه ما يكونش مرن زي الاول. قد اكون انا او انت او انت احسن واحد في القرن العشرين او 19 او في الخمسينيات او السبعينات. خلاص فطرة وعدل، سلم للي بعدك. وانت بتسلم للي بعدك لازم تعلم اللي معاك ازاي يستلم القيادة بتاعتك. فعشان تستمر المؤسسة لازم يكون دورنا احنا كشباب محوري، وهو في ظل الكبار، والكبير يعلمه. يعني مثلا من اجمل الاشياء اللي كنت بشوفها، انا اصلا كنت طبيب، لو كنتش انتوا عارفين يعني، بس كنت طبيب فاشل يعني، مش كده بردك يا عم؟ مش كنت قلنا انا كنت طبيب؟ نسيتني انت، ارجع قدمني تاني، تعال قدمني تاني. المهم واحنا بنمشي في المرور في المستشفى، اهم شخص في المرور كان الطالب في الكلية. يجي رئيس القسم يمسكه من ايده، او يجي البروفيسور اللي هو المستاذ يمسكه من ايده ويقول للمستشار او يقول للي هو المناوب العام هناك، ده يشاور على الشقة اللي هو الطالب سواء كان بنت او ولد، ده يخرج من هنا طبيب، ويقول للممرضة ويقول للحكيم ويقول لكل واحد ان هو ده اللي احنا بنعمل فيه استثمار كطبيب. فالحكيمة والممرضة والطبيب اللي هو الجونيور اللي هو يعني والمستشار الى اخره يهتموا بمين؟
بالطالب اللي في كلية الطب اللي عنده 18 سنة أو 19 سنة عشان ده بيعدوه إن يكون طبيب. شفت قد إيه؟ بيعدوه إن يكون مهندس، بيعدوه إن يكون مزارع، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالجمعية التي تريد أن تستمر لابد أن يكون في تكوينها في أطرها الأطياف كلها قدر الإمكان. يعني لما ارجع انا من انساها في السورة دلوقتي من سنة 1985 او 86، 80% اللي كانوا شغالين معانا كانوا شباب، اغلبهم اشتغلوا عندنا، بعضهم دلوقتي شغال في الامم المتحدة او شغال رئيس مؤسسات، او مش مهم انهم يكملوا معاك للاخر. اعمل نفسك مدرسة تخرج الناس، كل سنة بتخرج لك مجموعة هنا وهنا. كنت زمان ببقى زعلان، سيبنا ورايح فين؟ طب سيبنا ورايحه فين؟ واقعد كده امسك الاخ او الاخت واقعد احل عليهم والنبي ما تمشوش. ده كان تفكيري كده، لكن بعد 10 سنين قلت انا غلط، خليهم يخرجوا هيكونوا سفراء لي. فرحت لما برفع سماعه التليفون دلوقتي تلاقي لي واحد هنا وواحد هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا. زي ما اتكلمت الصبحيه عندكم واللي قلت لكم الاخت اللي كانت في الام بتاعها دي ما اتكلمتني، ما كانتش خارجه من الاجازه، لكن انا سمعت عن مدرسه وجات عشان تديك فكره. في من دول وفي من دول، فانت خلي جمعيتك تكون مدرسه لتخريج الطاقات والاستفاده من الطاقات وصناعه القيادات. مش مهم انهم كلهم يكونوا موجودين عندك، خرجهم خرجهم، وذات مختلفه وعقليات مختلفه وخبرات مختلفة. وأنا قدرتي على الإدارة قد تكون مدرسة ابتدائي أو تكون مدرسة إعدادي، ها، لكن لا أستطيع أن أستوعب كل هذه الطاقات. فلابد الجمعية تنظر لنفسها كأنها جمعية بانية للقيادات الشابة ومستفيدة من طاقات القيادات الشابة وموجهة هذه القيادات للروح الوطنية التي تبني المجتمع من الداخل، وتقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه بعد كده، ولا نكون ولا نكون ايه حكرا علينا ولا حكرا احنا ايه بسموه ايه، ويعني ما نحتكرهمش. يعني ما هماش لعيبه كره احنا بنشتريهم بمليون او خمسه او 10 مليون ويشتغلوا، لا، هم انت بتعدهم للايه؟ للمجتمع. واضحه عشان ما نزعلش على شاب او شابه جم وتاهلوا عندنا وراح. كانت احنا في جمعيه اسمها رزق النهارده، احنا قاعدين مع الرئيس بتاعها وبنتكلم، واحنا خلينا لقينا في بنت واقفه زي كانت مستفيده واصبحت طالبه في الجامعه. كان رئيس الجمعيه واقف جنبي وانا قلت له ان شاء الله انت بقى تاخدي مكان رئيس الجمعيه. فالبنت اتكسفت، ازاي؟ قلت له ان هو هيعمل حاجه ثانيه، انت تخرج من الجامعه واتخدت الخبره دي قدامك 10 سنين، فال 10 سنين هو هيعمل حاجه ثانيه، هيعمل حاجه ثالثه، هيعمل حاجه رابعه، هيعمل حاجه خمسه، هيعمل حاجه سادسه. لو انا اقول لكم صليتوا على النبي، انا مش في الاغاثه الاسلاميه دلوقتي، صح؟ تخرج تعمل حاجه ثانيه تكون اصعب. كلما اندرجت في العمل المجتمعي كلما اكتشفت ابعاد اخرى لابد عليك ولزمن عليك ان تدخل فيها علشان تنقل هذه الرؤيه للناس. زي ما انا اتكلمت في الصبحيه على الادفوكاسي، بقول لكم المناصره ما فيش حد فينا بيشتغل فيها الا من رحم ربي. الابحاث، الشراكه، الحاجات دي كلها، التدريب، التاهيل، الحاجات دي لاغلب الجمعيات الانسانيه والمجتمعيه على المشاريع الخيريه فقط. فعشان كده انا سبت الاغاثه عشان نخش في محور جديد نستطيع من خلاله ان احنا نعمل حاجه جديده. لان اصبح عندنا ما كانش عندنا ولا مؤسسه اغاثيه في اوروبا في الوقت ده، اصبح عندنا دلوقتي مئات. خلاص بقى نعمل حاجه ثانيه. وانت كل ما طلعت من الدور الارضي للاول للثاني للخامس هتلاقي ان العلم ملوش افاقه، ملهاش حدود، ومدراته ملهاش حدود. ها، مش بيقول لك ان الدين متين فاوغل فيه برفق، وكذلك الدين، فان المنبتة الارض انقطع ودبت ابقى. فذلك العلم كمان ملوش فوق كل ذي علم ايه، وكل ما تعلم هتعلم. يعني معذره انا هتكلم عن النقطه دي، وانا بعمل رساله الدكتوراه اكتشفت ان اللي وصف المرض اللي انا كنت بتكلم عنه الاطفال اللي هم عندهم انقسام في العمود الفقري واستسقاء في المخ، او اطفال اتولدوا من غير مخ وظهرهم مفتوح،
ان واحد عربي مسلم من الزهرة اسمه ابو القاسم الزهراوي، سمعتوا عنه؟ معروف بالنسبة لك انت، لكن مين اللي معروف اكتر؟ ابن سينا. كلكم عارفين ابن سينا ولا لا؟ كنت تعرفوا ابو القاسم الزهراوي؟ يعني مش زي ابن سينا، خلاص غض النظر. فانت كان وظيفتك ايه بقى؟ انك تحط ابو القاسم الزهراوي ده وترجع تقول لهم هو ده اللي اكتشف كذا وكذا 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 في الموضوع. فلذلك انت لما تبص للانجازات اللي عملوها الشباب، سواء كان ابن سينا ولا ابو القاسم الزهراوي ولا الفارابي ولا البيروني ولا عندكم انتم مين، انت عندكم كتير جدنا، ها جابر بن حيان، وعندكم تعرفوا اول واحده كانت بتدرس في المسجد الاموي من التابعين هي مين؟ وكان الخليفه الاموي بيجي يسمع لها. ها الله، انتوا السوريين لو ما جاوبتوش يا حنظله اتي بالكرباج نقيم عليهم الحد. قولوا ها، قلت ايه؟ سمعتك ما قلتش حاجه. هي ام الدرداء الصغرى، ام الدرداء الصغرى مش الكبرى. الله، ايوه هي دي. كانت بتدرس عندكم في المسجد الاموي؟ ها تفضل بقى، تبقى خالتك ولا بنت عمتها؟ كان بيحضر لها الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان، واخدين بالكم؟ فشوفوا انتوا عندكم التاريخ الرفيع ده البسيط ده، مين اللي بنى جامعه القاهره؟ القاهره اول من تبرعت ليها كانت اميره من الامراء، من الاميرات، تبرعت بربع الوقفه بتاعها، هي حفيده الخديوي اسماعيل. مين اللي بنى القيروان؟ مش القيروان اللي هي اللي في اللي في القرويين، القيروان القيروان اللي في اللي في المغرب، المغرب لا لا المغرب قرويين، لا لا ده ده ده, ده بتكلم انت على على على, على تونس، انا بتكلم عن المغرب. عن في واحده اسمها فاطمه الفهريه، الفهريه هي بنى، هي كانت الاول من بنى المسجد، وتحول المسجد بعد كده الى الجامعه، هي جامعه القرويين. ما نرجع للتاريخ ده كله هنلاقي ان الشباب دي دور في كل حته، خلاص بس عشان ننتقل للاسئله اللي بعد كده. طيب يعني ايه تطوع؟ تطوع، وهل التطوع سنه ام فرض ام واجب؟ ها ام ايه؟ في حاجه ثانيه في النقاش، او مندوب او مباح؟ تفضلوا. ها تفضل تفضل، ما انت اصل انت شغال النهارده متحمس جدا انت النهارده. تطوع يعني يقطع الانسان جزء من وقته او من ماله ان كان ذو مال للتنميه المجتمعيه والخدمه الانسانيه. كويس، ده تعريف. ها في تعريف اخر للتطوع؟ ها تفضل. هو يهون بجميع الاحكام بحسب حاجه المجتمع، يعني على فكره يعني قد يكون واجب بحسب حاجه المجتمع. عينه المفتي بتاعنا دلوقتي. اتكلم الحكم المجتمعي كما قلت وليس الحكم الشرعي. دار الشريعه سنرى. والله انت شريعه؟ نعم. طيب يا سيدي، ها ده تعريف حسب المجتمع. حد تعريف تاني او اي رؤيه تانية للتطوع؟ ها حد عايز يتكلم من الاخوات او من الاخوه؟ اتفضل. تطوع تقديم جهد بدون مقابل. اتفضل اتفضل. تقديم جهد بدون مقابل. تقديم جهد ما هو ليه مقابل؟ طبعا طبعا الاجر عند الله. لو شفت بقى مش حاجه ببلاش. طب المادي ان شاء الله مقابل مادي يعني؟ لا، وحتى في التطوع ممكن يكون في مقابل مادي، سندوتش، مواصلات، واخد بالك؟ يعني لما يجي اتفضلي. يعني احنا عندنا فيها اديك، تعالى بس هقول لك. اتفضلي. حاليا التطوع دلوقتي فرض. فرض. كفايه ولا عين؟ فرض عين. انت عندك في وطنك السوري في 7 مليون نازح و6 مليون لاجئ. خلاص؟ يعني نص الشعب. عندي انا في وطني اليمني
في حوالي 20 مليون تحت حد الفقر. من اليمن؟ في اليمن. ده الكلام ده من قبل الايه المواجهات العسكريه اللي هنتكلم عنها دي. كم منهم نازحين؟ كم منهم عندهم كوليرا؟ وكم 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 الى اخره. في العراق ما زال في 3 مليون نازح في الداخل. بعد اللي لسه بيتعافوا دلوقتي. في مدينه كامله مدمره اسمها الموصل. في صلاح الدين، في الانبار، في مدن صغيره وقرى صغيره جنب سوريا يصلها اي شيء. النزوح فيها غير عادي. في ليبيا في نزوح الى اخره. ده انت كنت بتكلم على العالم العربي والاسلام. في عندك في بنجلاديش في 1.2 مليون من روهينجا. شفتوا قد ايه احنا ماشيين؟ عندك قضيه بتاعت غزه، قضيه حصار غزه. في كم مليون في غزه؟ مين يقدر يقول لي؟ ها؟ مليون ونص، 3 مليون. لا مش يعني حوالي 1.5 أو 2 مليون اللي في غزه تقريبا. كده ولا انا غلطان؟ اما تبص لكل هذه الخريطه دي كلها عندك في التصحر والجفاف اللي في افريقيا في ملايين. مصابين من التصحر والجفاف الى اخره الى اخره الى اخره. عندك في الصومال. بص لنفسنا دلوقتي، لا انا حاول اتطوع كفرد. فرد عين. لازم اقوم بيه. زي صلاه الظهر، صلاه العصر، صلاه المغرب، مش ده فرد؟ لازم اقوم بيها. لان انا حجم المشاكل اللي بتواجه العالم العربي والاسلامي والعالم في داخل كونغو الديمقراطيه في 5 مليون نازح. أنا مش مختلف معك، على حسب ما تستطيع أن تقوم به. في كثير من الوسائل ممكن الواحد يقدم فيها عمل تطوعي. أنا بعرف أطباء في دول أوروبا بدل ما يقضي إجازته في أوروبا إجازته مثلا سنوية شهر، كان يجي إلى مخيمات اللاجئين، ينزل إلى سوريا، يخصص هذا الشهر عمل تطوعي لله سبحانه وتعالى. في هناك أساتذة الجامعات، في هناك مدرسين، في هناك معلمين، في هناك علماء. نعم، بدل ما مثلا يقضي اجازته السنويه مع اهله او في اماكن اخرى، ممكن يقضيها في سوريا وحسب مناطق الحاجه. فلذلك احيانا الحكم حسب الحاجه. وده جزء من المسؤوليه المجتمعيه ليك انت. يعني انت مثلا لو انت عملتك في مثلا اي شاب من الشباب او من كنتوا عندكم مهنه معينه او خبره معينه، تعمل يوتيوب محطه تحط فيها ماده للناس اللي مش عارفين. اي شيء تحط، اي شيء. يعني ليه يا شابين، يعني اكدت في يوم من الايام ان انا اقبل، طبعا قبلت ايده ان انا اقبل قدمه، لانه خريج دار علوم وبيتكلم العربيه، بيحببك في اللغه العربيه ان يعمل له يوتيوب. زعلان مش عارف زعلان من ايه، واخد بالك؟ لو ده عمل يوتيوب لتعليم فقط اللغه العربيه وحب اللغه العربيه، دي حاجه ماده من المواد. يعني أنا متخيل إن آلاف من الشباب هيتبعوه والشابات. كذلك شاب تاني قلت له بردك مفيش فايدة. طبيب متقاعد دلوقتي وعايز يعمل شيء عشان يعلم الناس إزاي يعالجوا الآلام، خاصة في مناطق اللي زي سوريا وغيرها فيها مواجهات، مش عارفين يعالجوا الآلام إزاي. وعالج الآلام، معالجة الآلام ده أصبح فن وتخصص عند أطباء التخدير. فأنت ممكن فرد العين ده إن شاء الله يكون كل يوم صلاة واحدة ساعتين. أنا ليه حاطط الميكروفونات دي؟ أنا ما عنديش إمكانيات، بحطها عشان في حاجة اسمها محطة. المحطة أي حد يجي يخش عليها يتفرج عليها، ما تكلفنيش حاجة. مش أنا جيت أهو، أنا جيت أهو ولا أنا هناك لسه؟ واحد دفع لي تذكرة الطيارة، واحد منيمني في المكتب النهاردة، وغدتوني امبارح وعشتوني، مش كده برضك ولا إيه؟ خلاص. بس ده لما بتتساب والناس بتسمع آرائكم انتوا بتشجعها تزعل. ما هي المبادرة؟ اتفضل. لا انا بقى هعمل ضدك حاجة، حد غيرك. ما هي المبادرة؟ وما هو المشروع؟ وما هو البرنامج؟ مبادرة ومشروع وبرنامج. حادي بادي سيدي محمد البغدادي، شاله وحطه كله على دي. يلا يا رجاله طلع عليكم. ها شوف، ما خلاص بقى، ما انت فاكر ان العمليه نزهه. انا هتعشى كرش النهارده، تعال. ولو كنتوا قاعدين بكره كنتوا مش هتشوفوني. انت منين؟
دير الزور. دير الزور، بسم الله ما شاء الله. بسم الله. المبادرة هي الإسراع في القيام بعمل ما أي حركة منك حقول لك قومي. مظبوط ولا أنا غلطان؟ تفضلي. إيه لا ترفع، طب ما ترفعيش إيدك بقى، امسكي إيدها. حط إيدك في جيبها، تعالى. بالنسبة للمبادرة مثل ما قال الأخ وافق الرأي بالنسبة للتعريف، إنه هي مثل ما انتقلت إنه هي فزعة، هي الإسراع بقيام بخدمة مجتمعية. أما المشروع خدمة مجتمعية له تاريخ زمني بانتهاء، يعني مثلا بدنا نعمل مشروع لمدة عامين في له تاريخ انتهاء، خدمة مجتمعية بانتهاء، زمان ومكان محددان. أما بالنسبة للبرنامج مكان محدد وزمان مفتوح، مثلا برنامج اللقاح هي متنتهي ما ينتهي، هذا برنامج مستمر. طيب جزاكم الله خير. في حد ثاني يعرف ولا اقتنعتوا بالكلام اللي قال اخونا وهتسكتوا؟ ها اخوات اخوه طبعا اتفضل. شوفوا انا الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا كلنا عندنا العلم وعندنا القدره، بس عايزين نطرحها عشان ننطلق. ما حدش بقى يقعد خانع في بيته كده ولا مش عارف، لا انا عارف وكلنا عندنا العلم. اتفضل. يعني البرنامج مثلا هو عبارة عن فقرات، مثلا برنامج محاضرة معينة يكون فقرات أو عناوين أساسية في قائمة حتى ينفذ هذا الموضوع أو هذا العنوان أو هذا البرنامج. وممكن هناك كثير برامج، مثلا برامج إغاثية أيضا يضع أسس أو نقاط، رؤوس نقاط لكي يقوم بعمل معين. جزاك الله خير. طبعا المبادرة احنا متفقين عليها واضحة، المشروع واضح لبداية ونهاية في فترة زمنية وأهداف محددة. البرنامج قد يكون بيتكون من أكثر من مشروع، هي معايير قياس الفشل ومعايير قياس النجاح. دي بقى ما فيش حد فيكم مش هيتكلم، عشان انتوا عاملين نفسكم شباب وشابات وعايزين تغيروا الدنيا كده بليلة. فضلوا معايير قياس الفشل والنجاح. انت جاي منين؟ انت اسمر يا اسمراني، مين قسك عليا؟ ها؟ طيب كلمة. اصل مرة لقى واحد سوداني فراح المانيا وبيتكلم بقى بطريقة ان هو ايه، ان هو سوري. بيقول انت منين؟ لا مش سوداني، كمان صومالي. فوراي بيقول انت منين؟ قال له انا من دير الزور. دير شعب الله. تفضل. معايير الفشل، قياس الفشل وقياس النجاح. النجاح عندما تحدد الهدف ويكون الهدف واضح قدامك وتعمل له مشروع معين، ووضعنا عدة نقاط. فعند النهاية نقيم البرنامج، إذا مثلا حصلنا على 80% أو 75% فما فوق من البرنامج هذا يعتبر نجاح. أما إذا وضعنا نقاط ووضعنا أهداف معينة وما حققنا منها حتى 40% هذا يعتبر فشل، إنه فشل على النقاط اللي وضعناها إحنا وما استطعنا نحقق. طيب حتى أنا عنده تعريف لمعايير قياس الفشل ومعايير قياس النجاح. بالبداية بداية أي مشروع أنا أحط الحالي هدف، وهذا الهدف يكون قابل للقياس. أيوة. وهذا الهدف تحقق فيه شروط الخمسة، يكون هدف واقعي ومحدد وقابل للقياس. بعدها أنا أحط نسبة النجاح وحط نسبة الفشل. فأنا إذا كان في عندي مثلا مشروع تعليم أنا بدي أعلم 100 طفل، فأنا حاط نسبة نجاح 80 فيهم. نهاية المشروع أنا أقيم قديش، بعد ما أعمل تقييم نهائي أقد أعمل تقييم نهائي أعرف قديش نجاحي وقديش فشلي. طبعا ما نسميه فشل يعني بالنسبة للمشاريع، ما أقول فشل إنما أقول تأخر نجاح أو نجاح غير متوقع. طيب ده جيد. إحنا ساعات يا شباب بنعمل ورش العمل لتنميه القدرات، يعني كلها طالعه موضه دلوقتي. يعني احنا اجلنا اسهال من كوليرا، عندها جفاف بعد كده. فما ننظر لكل الاشياء اللي بنعملها اصبحت انشطه. يعني انا بس عايز اعمل كذا ورشه عمل عشان احط في السنه بتاعي اللي انا بقوله ان انا عملت 20 ورش عمل. طب ايه تاثير ورش العمل دي على الشخص او على المجتمع او على المشاريع بتعمل؟
ده القياس، ده القياس. فما نحاولش نغير ورش العمل، هي دلوقتي معمولة كأنها أنشطة للأسف يعني. كل جمعية بتقدم على منحة من مؤسسة دولية عشان ما كانش فيه مية، كان طبعا المظلومة في الموضوع ده البنات الصغيرين في سن إرم وغيرها، ما كانش بيروح مدرسة. كان بتنزل بنت كل يوم معاها اللي بيحط فيها المادة زي البلاصة أو حاجة زي كده بس ألمونيا، ها؟ الدلو، الدلو. ده في الأغنية بقى. خليك دلو خلاص. معاها الدلو 4-5 مرات كل يوم. يعني بتروح من 4-5 ساعات ما فيش مدرسة. لما عملنا الخزانات دي عشان تجمع المية على سفح الجبل نمرة واحد. البنت دي راحت المدرسة ده معيار قياس. نمرة اثنين الأم أصبح عندها وقت أكتر عشان تطبخ وعلشان تنتج شيء للسوق المحلي. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة إن الأكل أصبح فيه منتج فيه إن الولاد يستحموا. فأتكلم على الأمراض الجلدية اللي كان بتصيب الأولاد نتيجة لعدم وجود مية. إن فوق في الجبال دي بيكون ممكن تزرع لك شيء جنب البيت، الحيوانات اللي انت بتربيها، الطيور اللي انت بتربيها. فدي كلها معايير قياس. عدد الطلبه والطالبات بالذات اللي دخلوا المدرسه عشان يتعلموا، قوه السوق المحلي اللي هو بدا يستفيد من انتاج المراه اللي قاعده في البيت واصبح عندها ساعتين او ثلاث ساعات زياده تنتج شيء للسوق الى اخره الى اخره. فلابد اما اي حد يجي لكم تطالبوا بمعايير قياس النجاح ومعايير قياس الفشل. طب سؤال تاني للشباب اللي كنتم، ما الذي يجعل الشباب يقدمون على العمل في المجتمع المدني او مجال الانسان؟ اللي يخليكم انتم تتحمسوا عشان تيجوا تشتغلوا في المجتمع اول ايه؟ العمل الانساني. اتفضلي. طيب اتفضل. تعب تعديل الزور القبلة وبعدين حضرتك وبعدين الاخر. نفس الكلام؟ لا تعالى بقى اقف جنبي بقى بتاع نفس الرأي ده. ليش اول شيء مساعدة الناس والمحتاجين وكل الفئات في المجتمع وللقيام ونهوض المجتمع ونلتقي بالمجتمع بحيث يكون مجتمع متقدم وحضاري ولرفع الجهل والتخلف عن المجتمع. وإذا أنا ما قمت والأخ ما قام وكنا جالسين فمعناته المجتمع راح يبقى في تخلف وفي في ضياع. جزاكم الله خير. في أي عمل يكون الإخلاص أولا أساس النجاح، ثم يعني لإنتاج هذا العمل يجب أن يكون الشخص مريح ماديا. كويس جزاكم الله خير. أنا أتوقع هذا الكلام كثير ما يستطيع لا الموضوع ليس متعلق بي أنا وحدي. نعم يعني مريح ماديا من حقك. طيب ما الذي يجعل الشباب يقدموا على العمل الإنساني أو العمل المجتمع مؤسسات المجتمع المدني؟ تفضلي. معرفة الشباب بقيمة ودور العمل الإنساني، بالإضافة نقول إنه له لذة لا يشعر بها إلا من رأى فرحة طفل أو يعني مساعدة في فك كرب أو حلقة. جزاك الله خير. حد تاني يا شباب تفضل. بما أنني فرد من هذا المجتمع فهناك مهمة ملقاة على عاتقي ويجب علي القيام بها، خاصة يعني وضع السوريين الآن نزوه فيزداد شعور المسؤولية وتكبر المهمة. طيب حد تاني قبل ما أجاوب على السؤال؟ طيب هتكلم أنا في أبعاد العمل الإنساني. كانت نقطة أنت تكلمت فيها دي دلوقتي. حب عمل الخير ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، بمعنى إن لله رجالا أو نساء، بس يعني رجالا يعني اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، حببهم بعد الاصطفاء. يعني اللي هيخش في الحارة بتاعت العمل الخير ده اختيار رباني نتيجة نية الشخص المرء نفسه. المرء عايز يخش زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفزع لجاره
ويفزع لجارته ويفزع للحق ويفزع للعدل إلى آخره إلى آخره. إن الله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس. خلاص؟ يبقى مين؟ هو أنا عبد وأنت عبدة. ربنا اختصنا، هو اللي اختارنا. وبعد ما اختصنا حببنا إلى الخير وحبب الخير. إنهم مين بقى؟ شوف بقى، شوف بقى جزاهم إيه في يوم القيامة؟ إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. شوف من نية لاصطفاء لحب لنجاة. فهي ماشية كده. واللي تزحلق رجله داخل العمل الخير مش عارف يخرج تاني. أنا بكلمكم، أنا رحت بريطانيا في 77 تقريبا. يعني السنة، لا مش السنة، من 41 سنة. على أنها طبيب بقى وبتاع ده وهتجوز في أغنية اسمها هتجوز، حد يعرف يغنيها؟ يا دكتور بعد كلامك له صار يعيش بأحلام ما حقق. خليك واقعي، انا خليني واقعي والله. جوزوه يا دكتور، عم نحسب معايير النجاح والفشل. انتوا هنخرج احنا هنا وهم الاخوات حينسوك يطنطنوك ويلفوك ويجوزوك. ما يخرجش منها لو متجوز. واللي جنبك انت، مش انت بقى عايز تتجوز انت كمان؟ ثانيه، عندنا حوالي 168 او 160,000 جمعيه خيريه مسجلين، ميزانيتهم السنوية 74 مليار جنيه استرليني. ده اللي هو الناس بيتبرعوا بيه للجمعيات. بيشتغلوا في كل المجالات سواء كان على مستوى بريطانيا أو خارج بريطانيا. الحكومة بتدعم. لماذا؟ لأنها تعتبرهم أنهم سفراء. لإيه؟ للبلد بتاعتهم. ففي وكالات تنمية دولية في كل الدول الأوروبية والأمريكية. في كل الدول الأوروبية والأمريكية. من منتصف القرن الماضي، أنا بس كنت كاتب ورقة في الأبعاد، هحاول أطلعها دلوقتي. من منتصف القرن الماضي، فرنسا بدأت، إنجلترا بدأت، أمريكا بدأت، وكل وكالة من الوكالات دي بتدعمها الحكومة بمليارات. لماذا؟ لأنها بتعطي منح تمثل ثقافة الدولة المانعة. أنت حر، وأخبر حضرتك مرجعية الدولة، الدولة المانعة تعطي للدولة المانعة وجهها، وفي نفس الوقت هي بتحاول تحل مشكلة. جزء كبير من الدول دي بتدي فلوسها للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، صح؟ والاتحاد الأوروبي بالتالي بيختار بعض المؤسسات اللي هي بتقوم بهذا الدور، سواء كانت مؤسسات محلية أو مؤسسات دولية من عندهم. جزء كل يوم، ودي ثقافة اليتيم، مش كان متكلم الأخ الصبحية فيها صح ولا غلط؟ صور لي ده. أو ما تديش معونة لأخت مش محجبة، ده كان حصل في البوسنة معانا. كان تيجي النساء البوسنيات لما خارجين من الشيوعية والاشتراكية إلى آخره مش محجبات، فيعملوا عشان ياخدوا يلبسوا شرب ويخش ياخدوا المعونة ويخرجوا يقلعوا الشرب. ما تديش لواحد فاطر في رمضان. طيب خلاص، أنا واقف برا الجمعية بدخن، خش الجمعية أخد المعونة وبعدين أخرج من الجمعية أدخن تاني. يعني ودي ثقافة. فأوعى تفتكر إن الثقافة المفروضة هي بس ثقافة أو حادية اللون أو أحادية الفكر أو أحادية الثقافة أو أحادية العقيدة. أنا حدي فقط لمين؟ لمن جماعة اللي هم عندها أبعاد إعلامية، أبعاد درامية في الفن والأدب والحاجات دي كلها والحواديت إلى آخره. دي بتاعت ال بتاعتنا، دي بتاعت ال التعايش الطيارة. كان في ملف تاني. فدي كلها أبعاد، دي كلها أبعاد مختلفة احنا بنتكلم فيها. فحذاري انك تتعامل مع العمل الانساني على انه اكل شر بنايم لبس. احنا وللاسف كتير جدا من الحكومات الشرقيه من السطحيه انهم لا يستطيعون بناء دولهم من خلال المعلومات التي تاتي من هذه المجتمعات لكي يستثمروا هم باموالهم في هذه الاراضي الجديده. ليه الحكومات بتصرف عشرات المليارات؟ علشان
يشعروا الناس انهم لهم دور انساني، كلهم دور في اعادة بناء المجتمع المتصالح مع بعضه. يعني لما ننظر احنا للدولة كي يقوم بعمل معين. جزاك الله خير. طبعا المبادرة احنا متفقين عليها واضحة، المشروع واضح لبداية ونهاية في مترة زمنية واهداف محددة. البرنامج قد يكون بيتكون من اكتر من مشروع. يعني انت عايز تعمل برنامج لمحو الامية، عايز تعمل برنامج زراعي، عايز تعمل برامج للتنمية الاسرية، هتلاقي داخل البرنامج ده كذا مشاريع، كذا مشروع تحاول تحطهم داخل البرنامج سواء فيه جغرافيا او مشاريع مجتمعية. طيب الاصعب بقى، ما هي معايير قياس الفشل ومعايير قياس النجاح؟ دي بقى ما فيش حد فيكم مش هيتكلم، عشان انتوا عاملين نفسكم شباب وشابات وعايزين تغيروا الدنيا كده بالليله. ها اتفضلوا، معايير قياس الفشل والنجاح. انت جاي منين؟ انت اسمر يا اسمراني، مين قسك عليا؟ ها خلاص هو حد هيجي يتكلم. اصل مره لقى واحد سوداني فراح المانيا وبيتكلم بقى بطريقه ان هو ايه، ان هو سوري. بيقول انت منين؟ لا مش سوداني، كمان صومالي. فوراي بيقول انت منين؟ قال له انا من دير الزور. دير شعب الله. تفضل. معايير الفشل، قياس الفشل وقياس النجاح. النجاح عندما تحدد الهدف ويكون الهدف واضح قدامك وتعمل له مخطط يكون في نجاح. اما عندما لا تعمل لهذا هدف ولا مخطط فاكيد يكون في فشل. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. معايير القياس، تفضل. معايير القياس، انا ازاي هقول انك فشلتي او نجحتي؟ بناء على النتائج اللي وضعناها. وضعنا مخطط زمني لانتهاء مشروع معين ووضعنا عده نقاط، فعند النهايه نقيم البرنامج. اذا مثلا حصلنا على 80% او 75% فما فوق من البرنامج هذا يعتبر نجاح. اما اذا وضعنا نقاط ووضعنا اهداف معينه وما حققنا منها حتى 40% هذا يعتبر فشل، انه فشل على النقاط اللي وضعناها احنا وما استطعنا نحققها. طيب حتى انا عندي تعريف لمعايير قياس الفشل ومعايير قياس النجاح. بداية اي مشروع انا احط الحالي هدف وهذا الهدف يكون قابل للقياس. ايوه. وهذا الهدف تتحقق فيه شروط الخمسة، يكون هدف واقعي ومحدد وقابل للقياس. بعدها انا احط نسبة النجاح وحط نسبة الفشل. فانا اذا كان في عندي مثلا مشروع تعليم انا بدي اعلم 100 طفل، فانا حاط نسبة نجاح 80 فيهم. بنهاية المشروع انا اقيم قديش، بعد ما اعمل تقييم نهائي قد اعمل تقييم نهائي اعرف قديش نجاحي وقديش فشلي. طبعا ما نسميه فشل يعني بالنسبه للمشاريع، ما نقول فشل انما نقول تاخر نجاح او نجاح غير متوقع. طيب ده جيد. احنا ساعات يا شباب بنعمل ورش عمل لتنميه القدرات، يعني كلها طالعه موضه دلوقتي. يعني احنا اجلنا اسهال من عدد دورات التنميه البشريه بتعمل في اي مدينه من المدن، خاصه غازي عنتاب واسطنبول. تعرف عندنا تصحر بالنسبه لهذا، هم في عندهم. خلاص هنجيب لك اسهال قريب ان شاء الله. بس تعملوا الحمامات في الاول. ها غازي عنتاب فاصبح اتفضل. في حد كام غازي عنتاب اخذت حضنا هي دلوقتي عندها اسهال الى ان وصل للكوليرا، عندها جفاف بعد كده. فما ننظر لكل الاشياء اللي بنعملها دي عشان تجمع الميه على سفح الجبل. نمره واحد، البنت دي راحت المدرسه، ده معيار قياس. نمره اثنين، الام اصبح عندها وقت اكتر عشان تطبخ وعلشان تنتج شيء للسوق المحلي. نمره اثنين. نمره ثلاثه، ان الاكل اصبح فيه منتج، فيه ان الاولاد يستحموا. اتكلم على الامراض الجلديه اللي كان بتصيب الاولاد نتيجه لعدم وجود ميه. ان فوق في الجبال دي بيكون ممكن تزرع لك شيء جنب البيت، الحيوانات اللي انت بتربيها، الطيور اللي انت بتربيها. فدي كلها معايير قياس. عدد الطلبه والطالبات بالذات اللي دخلوا المدرسه عشان يتعلموا،
قوة السوق المحلي اللي هو بدأ يستفيد من إنتاج المرأة اللي قاعدة في البيت وأصبح عندها ساعتين أو ثلاث ساعات زيادة تنتج شيء للسوق إلى آخره إلى آخره. فلابد أما أي حد يجي لكم تطالبوا بمعايير قياس النجاح ومعايير قياس الفشل. طب سؤال تاني للشباب اللي كنتوا، ما الذي يجعل الشباب يقدمون على العمل في المجتمع المدني او المجال الانساني؟ ايه اللي يخليكم انتوا تتحمسوا عشان تيجوا تشتغلوا في المجتمع المدني او الايه العمل الانساني؟ اتفضلي. طيب اتفضل. طيب تعديل الزور القبلة وبعدين حضرتك وبعدين اخ. نفس الكلام؟ لا تعالى بقى اقف جنبي بقى بتاع نفس الرأي انت. اولا يعني ليه انت هتتحمس انك تيجي تشتغل معايا مثلا في عمل انساني او عمل مدني؟ اولا بدي يعني عمل اي عمل انساني اولا هي الغايه الله عز وجل، ابتغاء وجه الله عز وجل، هاي اولا. ثانيا اذا ما انا قمت بالعمل واخونا قام بالعمل والاخ قام بالعمل، اذا طبعا هي لماذا نقوم بالعمل الانساني بالاساس؟ من اجل ايش؟ أول شيء مساعدة الناس والمحتاجين وكل الفئات في المجتمع، وللقيام ونهوض المجتمع ونرتقي بالمجتمع بحيث يكون مجتمع متقدم وحضاري لرفع الجهل والتخلف عن المجتمع. وإذا أنا ما قمت والأخ ما قام وكنا جالسين فمعناته المجتمع راح يبقى في تخلف وفي في ضياع. جزاكم الله خير. في أي عمل يكون الإخلاص أولاً أساس النجاح، ثم يعني لإنتاج هذا العمل يجب أن يكون الشخص مريح مادياً. طيب جزاكم الله. أنا أتوقع هذا الكلام كثير ما يستطيع ها؟ لا الموضوع ليس متعلق بي أنا وحدي. نعم يعني مريح مادياً من حقك. طيب ما الذي يجعل الشباب يقدموا على العمل الإنساني أو على عمل المجتمع مصدر مجتمع مدني؟ فضلي. معرفة الشباب بقيمة ودور العمل الإنساني، بالإضافة نقول إنه له لذة لا يشعر بها إلا من رأى فرحة طفل أو يعني مساعدة في فك كرب أو حلقة. جزاك الله خير. حد تاني يا شباب تفضل. عندي سؤال يعني أنا هتسألني بقى يعني ممكن يعني لماذا مو بس الشباب يقوم بأعمال مثلا المساعدة والإغاثة والمجتمع في المجتمع المدني، لماذا المنظمات والدول تقوم أحيانا بهذا العمل في دول فقيرة مثل أفريقيا ولا الصومال ولا في بلدان عربية؟ إيش الهدف والغاية منها؟ يعني ما هدف الدول يعني؟ إيه؟ طيب خلاص. طيب أنت ليك عايز تجاوب على السؤال ده وأنا أجاوب على السؤال التاني. الدافع اولا هو الشعور المسؤوليه، بما انني فرد من هذا المجتمع فهناك مهمه ملقاة على عاتقي ويجب علي القيام بها، خاصه يعني وضع السوريين الان مزوع فيزداد الشعور المسؤوليه وتكبر المهمه. طيب حد تاني قبل ما اجاوب على السؤال؟ طيب هتكلم انا في ابعاد العمل الانساني، كانت نقطه اللي انت اتكلمت فيها دلوقتي. حب عمل الخير ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، بمعنى ان لله رجالا او نساء، بس يعني رجالا يعني اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم الى الخير وحبب الخير اليهم، حببهم بعد الاصطفاء، يعني اللي هيخش في الحاره بتاعت العمل الخير ده اختيار رباني نتيجة نية الشخص المرء نفسه. المرء عايز يخش زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفزع لجاره ويفزع لجارته ويفزع للحق ويفزع للعدل إلى آخره إلى آخره. إن الله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس. خلاص؟ يبقى مين؟ هو أنا عبد وأنت عبدة. ربنا اختصنا، هو اللي اختارنا. وبعد ما اختصنا حببنا إلى الخير وحبب الخير إنهم مين بقى؟ شوف بقى جزاؤهم إيه في يوم القيامة؟ إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. شوف من نية لاصطفاء لحب
لنجاة. فهي ماشية كده، واللي تزحلق رجله داخل عمل خير مش عارف يخرج تاني. انا بكلمكم، انا رحت بريطانيا في 77 تقريبا، يعني السنة، لا مش السنة، من 41 سنة. على انها طبيب بقى وبتاع ده، وحتجوز في اغنية اسمها حتجوز، حد يعرف يغنيها؟ محمد العزامي احنا مش جايزة قبل. يا دكتور بعد كلامك له صار يعيش في احلام، صار شيخ اخبار. خليك واقعي معه. انا خليني واقعي والله. جوزوه. يا دكتور على حسب معايير النجاح والفشل. انتوا هنخرجوا احنا هنا وهم الاخوات حينزوك يطنطنوك ويلفوك ويجوزوك. ما يخرجش من هنا وهو متجوز. واللي جنبك انت مش انت بقى عايز تتجوز انت كمان؟ وهو حتى طويل شويه. انا ولا هو؟ انا موافق، انا موافق. لا انا ما احبش المشركين. لا انتم مثل الخواف، فان خفتم الا تعذبوا انتم خواف. وانت ان شاء الله بقى العادل، انت ها انت عمر بن الخطاب حضرتك. انا انت بالك انه خاف دكتور لما قلت له انت على انا زوجته خايف. خايف ها، ما الخوف سيد الاخلاق. طيب ايه بقى ابعاد العمل الانساني عشان نتكلم عن اللي انت قلته؟ ليه الحكومات الكبرى بتدعم العمل الخيري وخاصة العمل الانساني الدولي؟ احنا في بريطانيا عندنا حوالي 168 او 160 الف جمعية خيرية مسجلين، ميزانيتهم السنوية 74 مليار جنيه استرليني، ده اللي هو الناس بيتبرعوا بيه للجمعيات. اشتغل في كل المجالات سواء على مستوى بريطانيا او خارج بريطانيا. الحكومة بتدعم، لماذا؟ لان تعتبرهم انهم سفراء لايه؟ للبلد بتاعتهم. ففي وكالات تنمية دولية في كل الدول الاوروبية والامريكية، في كل الدول الاوروبية والامريكية من منتصف القرن الماضي. انا بس كنت كاتب ورقة في الابعاد حاول اطلعها دلوقتي. من منتصف القرن الماضي فرنسا بدأت، انجلترا بدأت، امريكا بدأت، وكل وكالة من الوكالات دي بتدعمها الحكومة بمليارات. لماذا؟ لانها بتعطي منح تمثل ثقافة الدولة المانعة. انت حر، واخبر حضرتك تمثل مرجعية الدولة المانحة، تعطي للدولة المانحة وجهها، وفي نفس الوقت هي بتحاول تحل مشكلة. جزء كبير من الدول دي بتدي فلوسها للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، صح؟ والاتحاد الأوروبي بالتالي بيختار بعض المؤسسات اللي هي بتقوم بهذا الدور، سواء كانت مؤسسات محلية أو مؤسسات دولية من عندهم. جزء من المؤسسات دي بيجيب أرقام، بيجيب تحاليل، وبيجيب دراسات تستفيد بها الدولة في العمل الاقتصادي، في العمل الاستثماري، في العمل الزراعي، في العمل الأمني، في العمل السياسي، في العمل الاستخباراتي إلى آخره. ما فيش حاجة ببلاش. هذا ليس فقط على جزء معين من الدول، لكن كل ثقافة المنح هي موجودة عند كل الناس، سواء كان المنح ده من الشرق أم من الغرب أم من الشمال أم من الجنوب. أنا بفرض عليك زي ما كنا بنتكلم الصبحية، صور لي الواد كل يوم، ودي ثقافة. اليتيم مش كان بنتكلم الأخ الصبحية فيها؟ صح ولا غلط؟ صور لي ده، أو ما تديش معونة لأخت مش محجبة. ده كان حصل في البوسنة معانا، كان تيجي النساء البوسنويات لما خارجين من الشيوعية والاشتراكية إلى آخره مش محجبات، فيعملوا عشان ياخدوا المعونة يلبسوا شرب ويخش ياخد المعونة ويخرجوا يقلعوا الشرب. ما تديش لواحد فاتر في رمضان، طيب خلاص انا واقف بره الجمعية بدخن، خش الجمعية اخد المعونة واخرج من الجمعية ادخن تاني. يعني فاوعوا تفتكروا ان الثقافة المفروضة هي بس ثقافة او احادية اللون او احادية الفكر او احادية الثقافة او احادية العقيدة. انا حدي فقط لمين؟ لمن جماعة
صارت مدحبحه لعشر دقائق. ها الله طرح فيها البركه. خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سؤال او سؤالين هقولهم عشان نكمل النقاش اللي احنا بدأناه قبل الاستراحة، وبعدين بعد كده هنشوف منكم كلكم ايه هي رؤيتكم للي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة او في المحاضرة اللي فاتت. هل السؤال هو هل العمل في المجتمع المدني وهل العمل الإنساني مهنة أو حرفة أو تطوع أو عفوية؟ هل العمل في المجتمع المدني أو العمل الإنساني مهنة أو حرفة أو تطوع أو عفوية؟ تفضل تعال هنا. برأيي العمل في المجتمع المدني هو تطوع، يعني مو شرط أكون موظف في مركز ما لحتى أعمل، قد أستطيع عمل في الجامعة، أعمل مع منظمات معينة متطوع، يعني ما شرط يكون أنا عندي مهنة أو مسلك أعمل فيه، أستطيع العمل عدة جوانب. من وجهة نظرك أن العمل في هذا المجال هو تطوع، حد لي رأي تاني؟ تفضل. العمل التطوعي قد يكون ايضا مهنه وقد يكون تطوع وقد يكون ايضا يعني حرفه، قد يشمل عفويه، نعم قد يشمل كل هذه الجوانب. طيب العمل التطوعي قد يشمل كل هذه الجوانب، في راي ثاني تفضل. انا هتيجي تتكلم انت، معلش بيقول وجهه نظره دافع عنه. بدايه ما قلت مهنه لانه اعرف كثير من الاشخاص اللي هو ما هو موظف في عمل ما يقضى عليه راتب فهو ما بيعمل، لهيك انا قلت تطوع، يعني ما هو شرط تكون موظف. وضح حالي كده لان انا فهمي مش فهمي بسيط. ارفع صوتك كده عشان اسمعك. اعرف بعض الاشخاص يعني اذا ما هو موظف ويتقاضى راتب وكذا فلا ما بيعمل. طيب لهيك انا قلت تطوع يعني. يعني انت قصدك مهنه ولا تطوع؟ طبعا تطوع. تطوع، طيب هو مصر على رايه. ها تفضلي. انت افصحتي شيئا فاكمليه. بس على انه كل الجوانب لا هو ما ياتي عفويا، عفويا ما اتوقع ياتي عفويا، لكن هو فعلا مهنه وهو حرفه يحتاج الى الاحتراف في العمل الانساني. طيب اختي بتصر ان هو مهنه وحرفه، يعني الحاجات الثانيه دي يعني ايه؟ ده في رايها تطوع بحباح، يعني زي ما انت كان في كل اربع مجالات هي بتقول لا هي مهنه وحرفه. لحد دي راي ثاني تفضل. ها؟ ده أخوه. انا مش عارف والله انتوا بتقسموا عليا ولا ايه؟ اتى متاخر والمحاضره، بس هو دخل على طول الصباحيه احسن لنا. دكتور طيب. ها هو اصغر منه تجوز وعنده زيد هو اللي هيجيب عمر ده تمام بقى قابلني اتفضل. يعني لا مانع بعض المؤسسات ان تستفيد من اصحاب الخبر والمهنات، مثلا يقيمون مشروع او برنامج مثلا بناء مخيمات او بناء تجمعات سكنيه، فاستفيدوا من اصحاب هذه الخبر على اجره ومده معينه ثم ينتهي عملهم معهم يعني. طيب جزاكم الله خير. راي ثاني تفضل. ان هنا تفضلي ما بسمعهاش كتير قوي، انتوا تفضلنا قاعدين ساكتين بس كده؟ تفضلنا دول ساكتين خالص. العمل تفضلنا دول ساكتين خالص. والله ما اعرف اتكلم يا جماعه. العمل التطوعي هو العمل الإنساني بشكل عام، أغلب ما يكون تطوعي من الشباب من غيره من أهل الحي، وقد يأتي عفوي وكثير ما تحصل عليه، يعني يأتي متطوعين إلى الحي من أجل كذا، الناس الموجودين عفويا يمشون معهم يدلهم على الفقير يدلهم على المحتاج يدلهم، فيكون جانب تطوعي وعفوي أكثر من مهني. طيب جزاكم الله خير. في رأي ثاني؟ تفضل تفضلي. حدك أنت كلمتي؟ لا هتيجي تتكلمي. خلاص انا اكتشفتك دلوقتي. العمل في المجتمع الانساني يكون سلوك، في البدايه يكون سلوك عفوي،
ينتظم ثم يصبح تطوعي، ثم ينتظم أكثر فيصبح مهني، فينتظم أكثر فيصبح احترافي. جزاك الله خير. بتدرج يعني الأخ بيتكلم إن هو بتدرج مرحلة مرحلة مرحلة. تفضلي يا أختي. الحمد لله واحدة جديدة اتكلمت ايه. والأخوات اللي جايين من الجامعة دول ما بيتكلموش خالص، تعملوا ايه انتوا؟ كلميهم يلا اقنعيهم. لا أنا أحسه إنسان، إنسان العمل، لأنه إذا هذا الشيء ما نحب نعمله مستحيل راح نقوم به. يعني هل تعتبريه مهنة ولا حرفة ولا تطوع ولا عفوية؟ العفوية. عفوية. عفوية. شكرا. ها حد ثاني؟ حد ثاني؟ طيب العمل اللي بنتكلم عنه ده لابد ان يكون في عندكم البتاعة دي. هرسم لكم انا رسمة دلوقتي. دي كان محاضرة انا قلتها مش عارف فين. كده تمام. العمل الخيري صناعة، خلاص؟ صناعة وليست مصنع. يبدأ بعدين موسمية، بعد تنظيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سؤال او سؤالين هقولهم عشان نكمل النقاش اللي احنا بدأناه قبل الاستراحة، وبعدين بعد كده هنشوف منكم كلكم ايه هي رؤيتكم للي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة او في المحاضرة اللي فاتت. هل السؤال هو هل العمل في المجتمع المدني وهل العمل الإنساني مهنة أو حرفة أو تطوع أو عفوية؟ هل العمل في المجتمع المدني أو العمل الإنساني مهنة أو حرفة أو تطوع أو عفوية؟ تفضل تعال هنا. برأيي العمل في المجتمع المدني هو تطوع، يعني ما هو شرط أكون موظف في مركز ما لحتى أعمل، قد أستطيع عمل في الجامعة، أعمل مع منظمات معينة متطوع، يعني ما شرط تكون أنا عندي مهنة أو مسلك أعمل فيه، أستطيع العمل عدة جوانب. من وجهة نظرك أن العمل في هذا المجال هو تطوع، حد لي رأي تاني؟ تفضل. العمل التطوعي قد يكون أيضا مهنة وقد يكون تطوع وقد يكون أيضا يعني حرفة، قد يشمل عفوية، نعم قد يشمل كل هذه الجوانب. طيب العمل التطوعي قد يشمل كل هذه الجوانب. في رأي تاني تفضل. هتيجي تتكلم انت معلش بي 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 بيقول وجهة نظره دافع عنه. بداية ما قلت مهنة لأنه أعرف كثير من الأشخاص لو ما هو موظف في عمل ما يتقاضى عليه راتب فهو ما بيعمل، لهيك أنا قلت تطوع، يعني ما هو شرط تكون موظف. وضح حالي كده لأن أنا فهمي مش فهمي بسيط. أعرف ارفع صوتك كده عشان أسمعك. أعرف بعض الأشخاص يعني إذا ما هو موظف ويتقاضى راتب وكذا فلا ما بيعمل. طيب. لهيك أنا قلت تطوع يعني. يعني أنت قصدك مهنة ولا تطوع؟ طبعاً تطوع. تطوع. طيب هو مصر على رأيه.
ها تفضلي. انت افصحتي شيئا فاكمليه. بس على انه كل الجوانب لا هو ما ياتي عفويا، عفويا ما اتوقع ياتي عفويا، لكن هو فعلا مهنه وهو حرفه يحتاج للاحتراف في العمل الانساني. طيب اختي بتصر ان هو مهنه وحرفه، يعني الحاجات الثانيه دي يعني ايه دفر ايه يعني. تطوع بحباح يعني زي ما اتكلمت في كل اربع مجالات، هي بتقول لا هي مهنه وحرفه. لحد دي راي ثاني اتفضل. ها؟ ده أخوه. انا مش عارف والله انتوا بتقسموا عليا ولا ايه. اتى متاخر والمحاضره، بس هو دخل على طول الصباحيه اقصد للدكتور. طيب ها، هو اصغر منه وتجوز وعنده زيد، هو اللي هيجيب عمر ده. تمام قابلني. اتفضل. يعني لا مانع من بعض المؤسسات ان تستفيد من اصحاب الخبر والمهنات، مثلا يقيمون مشروع او برنامج مثلا بناء مخيمات او بناء تجمعات سكنيه، فاستفيدوا من اصحاب هذه الخبر على اجره ومده معينه ثم ينتهي عملهم معهم يعني. طيب جزاكم الله خير. راي ثاني اتفضل. ان هنا اتفضلي ما بسمعهاش كتير قوي. انتوا تفضلنا قاعدين ساكتين بس كده، تفضلنا دول ساكتين خالص. العمل تفضلنا دول ساكتين خالص. والله ما اعرف اتكلموا يا جماعه. العمل التطوعي هو العمل الانساني بشكل عام، اغلب ما يكون تطوعي من الشباب من غيره من اهل الحي، وقد ياتي عفوي وكثير ما تحصل هذه، يعني ياتي متطوعين الى الحي من اجل كذا، الناس الموجودين عفويا يمشوا معهم يدلهم على الفقير يدلهم على المحتاج يدلهم، فيكون جانب تطوعي وعفوي اكثر من مهني. طيب جزاكم الله خير. في راي ثاني تفضل. تفضلي. حدك انت تكلمتي؟ لا كنت مستني. لا هتيجي تتكلمي، خلاص انا اكتشفتك دلوقتي. العمل في المجتمع الانساني يكون سلوك، بالبدايه يكون سلوك عفوي ينتظم ثم يصبح تطوعي ثم ينتظم اكثر فيصبح مهني فينتظم اكثر فيصبح احترافي. جزاك الله خير. بيتدرج يعني الاخ بيتكلم ان هو بيتدرج مرحله. تفضلي يا اختي. الحمد لله واحده جديده اتكلمت اهي. والاخوات اللي جايين من الجامعه دول ما بيتكلموش خالص، تعملوا ايه انتوا؟ كلميهم يلا اقنعيهم. لا انا احسه انسان العمل، لانه اذا هذا الشيء ما نحب نعمله مستحيل راح نقوم به. يعني هل تعتبريه مهنه ولا حرفه ولا تطوع ولا عفويه؟ عفويه. جزاكم شكرا. ها حد تاني؟ طيب العمل اللي بنتكلم عنه ده لابد ان يكون في عندكم البتاعة دي؟ هرسم لكم انا رسمة دلوقتي. دي كان محاضرة انا قلتها مش عارف فين. كده تمام. العمل الخيري صناعة. خلاص؟ صناعة وليست مصنع. يبدأ بالفطرة. بعدين الانفعال. بعدين التقليد. بعدين الموسمية. بعدين التنظيم. بعدين الحرفية. بعدين المؤسسية. وبعدين الصناعة. أقول تاني، هنا فطرة. كل واحد فينا ربنا خلقه وعنده فطرة، على حد الحيوانات حتى النملة. ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده. طلع الزكاة بتاعنا في وقت معين، يبقى ده الموسمي. رمضان، الأضاحي، سنة العيد، سنة الدراسة إلى آخره. أصبح إيه؟ في مواسم معينة. تقليد إن إحنا بنعمل الزفة دي كلها كل سنة. يعني لو جيت بالنسبة لكم وقلت إديني المشاريع الخيرية بتعملوها، لو خدت 50 جمعية هتلاقيهم بيتكلموا في 10 أو 12 مشروع بيعملوه كلهم زي بعض. خلاص؟ فطرة وانفعال
وموسمي وتقليد. بعد كده بقى عايزين ننظم العمل ده اللي هو نمرة ايه؟ 1 2 3 4 5 هتبقى جمعية هنا. يبقى هنا هنا فطرة هذبة انفعال موسمي تقليد وبعدين جمعية. الجمعية ليه بنعملها؟ عشان ننظم العمل، عشان ننظم العمل. ده النمو في المخ بتاع الإنسان اللي بيبدأ من المبادرة، من الفكرة، وبعدين المبادرة، وبعدين المشروع، وبعدين الجمعية. شايفين هنا؟ وبعدين هنا هو التقليد موسمي، وبعدين فزعة انفعال، وبعدين فطرة. الجمعية هنا بقى بنحاول نأطر لها، والجمعية بقى أصحابها مين هم؟ اللي هم أعضاء الجمعية نفسهم الداخليين، فرق بين الجمعية والمؤسسة. فبنحاول نبني الجمعية من الداخل، اللي احنا بنسميها الحرفية، العمل الحرفي. الحرفية بالنسبة لي هو الالتزام بالإنجاز في الوقت المحدد لتحقيق الهدف المحدد. مش هندي محاضرات أكتر من كده، منتهى البساطة، التزام بإنجاز في وقت محدد لتحقيق هدف محدد. حد بقى يجي يقول لك بشمطة سامسونايت، ببرزنتيشن، بكذا بكذا بكذا. في النهاية الحرفي اللي هو بيلتزم بإنجاز مشروع محدد في وقت محدد لتحقيق هدف محدد. بسيط مش كده؟ هيجوا يدفعوك كل يوم $1,000 و$2,000 وفي الاخر هتصحى توصل لنفس النتيجه. خلاص؟ ده الحرفيه. جزء من الحرفيه ان انت بتجعل الملكيه للمجتمع. هنا اعضاء الجمعيه، هنا المجتمع، عشان تعملوا مؤسسه لا تعتمد فقط على أعضاء الجمعية، بل تتغذى من أبناء المجتمع كلهم، في تعيين في الوظائف، في تعيين في مجلس الإدارة، في الاستفادة من الكوادر المختلفة في كماك مختلف في المجتمع، في بناء الهيكل الداخلي للمؤسسة، في وضع السياسات، وضع الأطروحات، ومتابعة هذه الأشياء. احنا في أنا بفتكر في التسعينات لما كانت الرؤية إن احنا عايزين ننطلق على أوروبا وأمريكا، أنا قلت لكم في 93 سجلنا في الأمم المتحدة، يعني من 25 سنة، صح؟ دي كانت رؤية، كانت انفتاح، كان بناء داخلي. لما جينا قلنا إيه مقتل أي جمعية أو نقطة ضعف أي جمعية، هي إيه؟ هي المال. مش كيف يجمع، كيف يصرف. فازاي تعمل كنترول على المال علشان تستطيع انك تجذب الملايين من الحكومات المؤسسة الدولية. فعملنا استثمار في المالية والحسابات. استثمار، اوعى تفتكر ان العمل البحثي مش استثمار، استثمار وجمع تبرعات عن طريقه. انا بعمل ورقة بحثية بتكلفني $50,000 بجيب منها 3-4 مليون دولار، بمعنى انا بقدمها للحكومات وبقدمها للمؤسسات الدوليه، فالعائد بتاعها في فكره المشروع في مكان ما في وقت ما بتجيب الملايين دي كلها. بس كان اول حاجه عشان نطمن كل هؤلاء في المؤسسيه والحرفيه اللي هو الهيكل المالي الداخلي للمؤسسه. حذاري، حاج فلان ولا الشيخ فلان يقول لك يا عم كبر مخك، لا لا يعني لا. شغل الواحد يلبس طاقية ديفراس ده لا. بتشتغلوا في مناطق صراعات، مناطق صراعات يحكمها الأمن المختلف، الاستخبارات المختلفة، الطيارات العسكرية والسياسية والفكرية المختلفة. فأنت مراقب من 50 أو 100 مؤسسة أمنية استخباراتية فكرية إلى آخره، وكل من هذه المؤسسات تصنفك. أوعى
نفتكر ان المنطقة على الحدود في اي مكان في منطقة صراعات، منطقة صراعات هي منظورة بالميكروسكوب. فالمقتل اللي عند اي جمعية هنا هو المال، كيف ينفق المال. سهل ان انا اجمع مال، صعب ان انا اوثق صرف المال. يبقى احنا ما ننتقل من الجمعية للمؤسسة، يبقى الملكية اللي احنا كلنا او اغلب جمعياتنا، اغلب جمعياتنا اللي هي لها صفة معينة، ها واقفة فين يا رجالة؟ 90% واقفين فين؟ هنا هو. حتى لو كان عندهم امكانيات المؤسسة المادية، كتير جدا من المؤسسات عندهم امكانيات المؤسسة المادية بدون ذكر اسماء الجمعيات، لكن ما عندهمش قدرة المؤسسة الذهنية على تحويلها من مؤسسة اعضاء الى مؤسسة مجتمع، او من جمعية اعضاء الى مؤسسة مجتمع. وده مش سهل. انا مش هذكر بعض اسامي الجمعيات اللي انا اعرفها شخصيا لا علاقة بها، ما زالوا منذ 10 سنين يتكلموا في حكمة في عملية الحوكمة اللي هي الجفرنس، لأن الأمناء القدامى مش عايزين يسيبوا. أصل أنا لو سبت هتضيع الجمعية، أصل أنا لو سبت القيم هتضيع، أصل أنا لو سبت الثقافة هتروح، أصل أنا لو سقت وأنت مين أنت؟ ما كلنا هنموت. يعني لو لا لا لو كان بأيدينا أن يخلد شخص كان خلد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء بعد بعثة سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة خلاص، وما آمن معه إلا قليل. فأنت مين أنت لما تسيب هتضيع المؤسسة؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وسيدنا أبو بكر مات، وسيدنا عمر مات، ما ضاعش الإسلام. فالحجة الواهية عند بعض المتكلسين المتحجرين المنغلقين الانكفائيين بيمنع نمو الجمعية إلى أن تصبح مؤسسة، وبيمنع خير المجتمع من أن يدخل مؤسسة. من يدريك لعل هذه المرأة أو هذا الشاب عنده من الفكر والقدرة على أن يعمل أحسن مني أنا 100 مرة. صح، أجيال تتعاقب وأفكار ورؤى وثقافات مختلفة عشان تبني وتكمل في الايه في البناء. فهنا هو بتقف هنا هو. يبقى مؤسسه لو المجتمع ملكها، يعني كل المؤسسات الغير عربيه واسلاميه في في في, في بريطانيا بالذات بيعملوا اعلان عن شغر وشغر اعضاء مجالس الاداره. يقول لك انا عايز عضو مجلس اداره يكون متخصص في الاعلام، عايز عضو مجلس إدارة يكون متخصص، عضو مجلس إدارة هو يعتبر إيه؟ عندهم مجلس أمناء. عضو مجلس إدارة يكون متخصص في الحسابات أو في السياسة أو في في العلاقات الدولية أو في المشاريع أو 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 إلى آخره. فبيسلموا لبعض ويستلموا. بيسلموا وبيستلموا. فلذلك هم خرجوا من طور الجمعية للحرفية للمؤسسية. لو إحنا يا رجالة، انا هقول لكم كلمه كده وانتوا تقولوا لي ليه، وانتوا اللي هتجاوبوا عليها. يعني ايه صناعه؟ حد يقول لي تعريف كلمه صناعه يعني ايه؟ انتوا ناس اهل اللغه العربيه؟ تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي عشان الكاميرا. ها بيقول ايه؟ انا مش عارف فين الميكروفون بتاعك اهو. خلاص مسموع الصوت ان شاء الله. قول الصناعة هي الحرفة. طيب الصناعة هي الحرفة. طيب جزاكم الله خير. كلمة صناعة ليه؟ الاندستري اللغة الانجليزية معناها ايه؟ تعالى انت يا حبيبي اللي لابس بتاع خضر، انت زار، انت ايوه انت انت ايوه اللي بتضحك انت. فين ابنك اللي كان هنا ومشي؟ ابن مين اللي كان هنا؟ هرب؟ ما ينفعش كده. احنا مش عايزين نطلع عود قصب، ما احنا عايزين خشب زان وخشب بلوط. انت مين؟ مواطنة. مواطن مش مواطنة. انت شكلك مش ممكن يكون مواطنة ابدا. تفضل. يعني ايه صناعة؟ كلمة صناعة مثل ما ذكر هي حرفة الانتاج. حرفة الانتاج.
هي يصنع الشيء يعني إيجاد شيء. طيب جزاك الله خير. حد تاني عرف صناعة من أخوات أو من إخوة؟ تفضل دير الزور. حد من الحسكة هنا؟ أكيد حد من الحسكة. أنت حسكة؟ أيوة. الصناعة أيوة هي الإبداع. أيوة وهي الإبداع وهي خلق أفعال وأشياء يبدأ فيها الإنسان. شكرا جزاكم الله خير. الصناعة تعرف آخر للصناعة. تعال يا حماد أنت اللي كنت نايم معايا في نفس الغرفة أمس. قوم يا ابني قوم. ما عندك شيء؟ طيب الأخوات يلا قولوا له ألجموه بشيء. حد تاني من الصناعة يعني إيه؟ تقديم منتج جديد. أنا بس هديكوا حاجة. تفضل تفضل. والله أجمع ميكروفون. خذ ميكروفون. الحلب ده شهباء. هي أول إنتاج الأفكار ثم تنظيمها ثم تنظيمها ثم تنفيذها. بسم الله ما شاء الله. جبت الكلام ده منين؟ جوجل. أنا هديكوا حاجة دلوقتي. إيه مثلا قلنا إحنا مثلا صناعة الإعلام أو صناعة السينما أو صناعة الطائرات أو المواصلات مش الطائرات صناعة المواصلات. اللي بيخش في تكوين هذه الصناعة صناعة الطائرات اللي هو سوري المواصلات. يعني إيه كلمة مواصلات؟ وإيه اللي بيخش في تكوين هذه الصناعة في المواصلات؟ ابتكار أفكار جديدة. المواصلات إيه هي المواصلات؟ يعني ما أقول لك أنا صناعة المواصلات أول شيء تقوله إيه هي إيه المواصلات اللي عندنا؟ حاجة المواصلة. المواصلات يعني ايه هي المواصلات؟ يعني عشان بعد كده تبتدي تعملي الايه المصانع. تعالي هنا تعالي هنا. وسيله الاتصال قصدك؟ المواصلات وسيله مثلا الطريق للوصول. هدف يعني ايه مواصلات؟ هدف بدي اوصل للشيء. المواصلات المواصلات يعني اتوبيس. لا اقعد 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 بقى. انا تعالي عشان بوكسنج. ادوات النقل ايه هي؟ لا انا لا انا بتكلم انا بتكلم بالمفهوم البلدي بتاعي. ما انا اصلا نزلت تحت عشان انا مستواي مش من مستواكم. انتوا عليتوا بسم الله ما شاء الله. ايه هي وسائل المواصلات؟ ايه وسائل النقل؟ ايه هي وسائل النقل؟ سيارات. يا عم خليها تتكلم يا عم. ايه مشكل دي تعملي كشري ولا ايه؟ قولي. ايوه قولي قولي. سمعيهم سمعيهم. قطارات الحندور العربة. قولي قولي. كل ده بيمثل صناعة المواصلات. واضح؟ خليك واقفة ما تمشيش. كل ده وكل مواصلة من المواصلات لها مصنع بيخش في صناعتها. وكل مصنع ليه مهندس وليه حرفيين وليه مجال وليه سوق. شفت الصناعة شكلها ايه؟ في المواصلات. ما طبعا انا سعيد جدا. انت على فكره قرب يا قرب ما تخافيش مش هعدك. وما تيجي نتكلم ايه بقى؟ نتكلم ان صناعه المواصلات فيها كل شيء بيجعل الانسان ينتقل من الالف الى ب، سواء كان الحمار او الحصان او الجمل او العجله او العربيه اللي كانت بتكلمها اختي او الحنطور او الموتوسيكل اللي هو الدراجه البخاريه او الاوتوبيس أو لغاية الطيارة لغاية الصاروخ لغاية السفينة لغاية كل شيء. ده أنا بتكلم عليه. كلمة صناعة هي أكتر منها حرفة وأكتر منها مصنع. ها وأكتر منها مصنع، لأن في كل شيء في صناعة المواصلات في مصنع متخصص في جزء معين. حتى في صناعة السيارات في مصنع بيطلع البودي بتاع السيارة صح اللي هو الجسم، في مصنع بيطلع اللي هو الموتور، في مصنع بيطلع الازاز، في مصنع بيطلع العجل. شفت قد ايه بردك؟ يعني لما نخش في كلمه صناعه يا اخوانا اسمها ايه؟ خش بعمق. بخش بعمق هتلاقي ان في بحار او محيطات من الصناعات اللي احنا لا ندركها. في كل دي موجوده في كل صنعه من الصناعات. في كل صنعه من الصناعات اللي بتؤدي الى عمل الصناعه المجتمعيه. أقول الكلام المعقد تاني؟ أقول الكلام معقد تاني؟ ها؟
يعني في كل حرفة بتؤدي بآلياتها إلى جزء من صناعة الصناعة. واضح الكلام معاك ولا مش واضح؟ أما نكون إحنا هدفنا أن ننشئ صناعة مجتمعية أو أن ننظر أن العمل الخيري دي خافت على فكرة. ده أنت خايفة بقى عودي هنا. خافت. أنا قلت لها كلمة كده خوفتها. مش كده برضك؟ هاتي الميكروفون. خليه معك. انت تتحكمين في المنصه. فلو انا بنظر اللي انا عايز انشئ صناعه خيريه او صناعه اقتصاديه او صناعه مواصلات او صناعه سينما او صناعه اعلام، لابد ان انظر الى كل مكون من مكونات هذه الصناعه تحت الحرفه اللي داخل الصناعه نفسها. وما الحرفي والصانع والمهندس الا جزء بسيط من الصناعه الكبيره اللي بيمثلها حرفته او مهنته داخل الصناعه الكبيره. واضحه ولا مش واضحه؟ انا حتى استاذ كثير بالنسبه لنا انها هنا قاعده. نعم الله يجزيك. هو قالوا ايه؟ نعم انها هنا قاعده. انا قلت ايوه هو وانت في كل حاجه يا ابني. اديله ده حسكاوي ده ولا مش حسكاوي؟ هذا حلبي. حلباوي. طيب يعني هو فعلا ورد مصطلح في القرآن الكريم ولتصنع على عيني. معناها ايه؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى قد ربى واجتبى واصطفى الانبياء فجعلها شخصيه، يعني هي في اعلى درجات الكمال بحيث ان تؤدي الرساله الالهيه للبشر. طيب فهي صناعه، يعني صناعه رجال. انا موافق معك. نعم لو خشينا الجسم البشري زي جسمك او جسم ده هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي في قلب وفي كبد. نعم. وفي رئة. نعم. وفي مخ وفي عين. نعم. وفي جهاز اللي هو الـ 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 العمود الفقري والجهاز العظمي كله، وفي جهاز دموي، وفي حاجة. كل جزء من هذا اللي في الجلد. نعم. كل هذا بيكون صناعة الجسد. نعم. شفت بيكون ايه؟ بيكون دي، لكن كل جزء منهم مصنع لوحده. وعملية التكامل أو اللي هو السينكرونس، يعني إيه اللي هي يعني التوافق في تيسير الانسجام في تيسير عمل كل عضو من أعضاء هذا الجسم من خلال الصناعة هو صنعة لوحدها. يعني نحن نفهم من خلال هذا التدرج في العمل الخيري والإنساني. أيوة. بحيث أنه يصل إلى الصناعة، فربما في الأطوار الأولى. أيوة. هو قد يعني ألم بجانب. بجانب. بجانب رب حتى يكتمل في عند الهرم. بحيث أنه أصبح شمولي. بسم الله ما شاء الله. بحاجيات. أبوس راسك. الله أنا اللي أبوس، أنت ما أبوسش. بس أنا عايز أقول لكم إيه، لو أنا نظرت وانا هنا بالفطره ان انا عايز انشئ صناعه هتعدى كل هذه المراحل، لكن لو انا نظرت ان انا عايز انشئ جمعيه ممكن اقف عند التقليد. ده الفارق. انت دلوقتي لما نرجع نشوف اللي هم ابداع العلماء المسلمين خاصه تفننوا في العلم التطبيقي، سواء كان في الطب او في الزراعه او في المياه او في كذا او في كذا او في الهندسه او في الجبر او في الهندسه، كل الحاجات دي كلها كل منهم كان يسعى إلى اكتشاف حقائق العلم. ولم يسعى نظرة بعيدة كيف يخدم الإنسانية من خلال تخصصه، اللي اكتشف الدورة الدموية واللي اكتشف الصفر واللي اكتشف كذا واللي اكتشف كذا واللي اكتشف كذا. ليه؟ لأن كل واحد فيهم كان واقف على قاعدة إيمانية ليخدم الإنسانية من خلال التخصص بتاعه. فلذلك يا شباب لو احنا بصينا ان احنا نريد ان ننشئ صناعة انسانية وصناعة مجتمعية هننشئها، سنضع لها السياسات وسنضع لها الاطر وسنضع لها القوانين وسنضع لها الهياكل وسنضع لها النظريات. الاخرين سبقونا، مش حرام، بالعكس احنا نحييهم ونقول لهم جزاكم الله خير، لكن ما نبقاش احنا تابعين ابدا الدهر ابدا. معايا؟ ابدا. نبني على ما حققه وانجزه الاخرين او الاخرون حسب اللغه العربيه، نصب ولا جر. ايوه ها نبدا من حد الاخرين.
نتمنى ما نرجعش للصفر تاني ونقعد نتخانق مع بعض وانت تبص لي وانا ابص لا. فلذلك في اي شيء، وخلي بالك الصناعه دي مالهاش افاق، ايوه مفتوحه، العلم مالوش حدود مفتوح، المعرفه مالهاش حدود مفتوحه، ايوه كما احنا مثلا في المصطلحات الشرعية عندنا مثلا مقلد، ايوه عندنا مجتهد مقيد، كلم الناس ما تكلمش، ايوه مجتهد مطلق كلم. يعني بحيث كلمهم مش انا مش دعوه، انا مش واقف انا اهو، ايوه كذلك هذه يعني على نفس كلمهم فيش فايده يا عم، بص للجمهور انا عادي يا عم، بص للجمهور بس هنا يعني هو المقصود هنا كما فهمنا من الدكتور يعني ان يعني هو التدرج في العمل، كما انه الانسان لابد من تطوير نفسه حتى يصل الى صناعه الامر يعني صناعه العمل أيوة. الخيري الذي يحيط باحتياج الناس او احتياج البشريه بكافه الجوانب العلميه والتربيه والتربيه والاغاثه وكل شيء يعني، ويكون هو مبدع ومتجدد. نعم جزاكم الله خير. ها وضحت الفكره يا شباب؟ يبقى انا هدفي بفترتي ان اصنع صناعه، كان ذكرت مش عارف بقى امبارح ولا النهارده ولا فين، الواحد ملخبط الجو عنده دلوقتي، ان من 30 سنه او من 5 يعني هقول لكم حاجه، صلوا على النبي، بعد ما سجلنا الجمعيه في 89 كان شخص كده مخه ضارب بدون ذكر اسمه، مخه ايه هتعرفوه انتوا بعد كده، مخه ضارب ها الشخص ده مش ما كانش رئيس جمهوريه، كان بيقعد في الطياره يعلم على كل مدينه عايز يفتح فيها مكتب، اتفتحت المكاتب دي كلها خلاص، بالرغم لكن لا في مكتب اصلا ولا في ميزانيه ولا في استراتيجيه ولا في اي شيء، كان هدف الشخص ده ومجموعه من الاشخاص دول انهم يدعوا المكان ده في كل حته في العالم، اصبح موجود اصبح موجود اصبح موجود، كان اصل الهدف بالفكره مساعده الفقير بعد المجاعه اللي كانت حاصله في افريقيا في 1983. ما بنضرب الامثله دي كلها انت تطلع الى ان كيف تخدم العالم وكيف تخدم الانسانيه بفكره جديده، ده اللي احنا بنتكلم عليه في منطوق الصناعه. اعتقد ان انا ايه تقريبا خلصت دلوقتي، وعايز كنت لو في اي حد عايز يعقب او يدلي ها او سؤال او انا جاهز، تفضلوا اسئله تعقيب تعليق اي شيء، انتوا تعبتوا ولا ايه؟ لان لسه بسخن، ام كلثوم كانت تاخد الوصله الاولانيه ساعه والثانيه ساعه والثالثه اديني من وقتك ساعه، ساعه واحده يا حبيبي يا عم انتوا ما بتغنوش في سوريا؟ تعالى مش هغني بس لما اي حاجه اقول. دكتور لو سمحت بس ممكن يعني تعطينا فكره عن الهيكليات، يعني كيف الواحد ممكن يهيكل جمعيه من ناحية الهيكليه الاداريه، يعني الاسس الرئيسيه والنظاميه لهيكله اي جمعيه. حاضر امسح دي خلاص. بدي اسال سؤال عن ها خليني اجاوب. معلش عايز اسال سؤال عندي، هو كنت بدي اسالك بس عن فتره زمنيه بين كل مرحله ومرحله، على حسب، هو طبعا ما فيش حاجه بتطلع تتسلق كده سلق، واخد بال حضرتك؟ يعني الفتره دي موجوده خلاص، الفزعه بتعملها في اي وقت، لو انت حسيت بحلاوه الفزعه تبتدي تحولها الى مبادره والى مشروع والى عمل موسمي الى اخره، ده ممكن ياخد لك 3-4 سنين. 3-4 سنين توصل لجمعيه؟ ممكن تاخد كده، ممكن اقل من كده. جمعيه ومؤسسه؟ لا، ودي هنا العقده، هنا العقدة هنا في معناها ايه؟ في معناها ان انت كيف هتسيب الكنترول للاخرين، دي ممكن تاخد لها 20 سنة. قناة الصناعة كمان بدها شيء. ما انت عشان توصل لدي لابد تحل المشكلة دي. المشكلة دي فيها الأنا. فيها ايه؟ فيها الأنا. لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. فيها الأنا، فدي أخطر منطقة، ممكن انها تكون تعمل جمعية من أجمل الجمعيات لكن تقف خلاص. مش قادر تتنازل. يعني انا شفنا جمعيات كثيره في بريطانيا كانت رائده في السبعينات، رئيس مجلس الاداره رفض انه يسيبها
مات الجمعية، مات ما تحولتش خلاص، كان يجي لها كل الناس من كل صوب وحد، وأصر أن يقعد فيها إلى الأبد لغاية ما مات، مات مع الجمعية. فلذلك يعني إذا أن أردت لفكرتك أن تنمو فلا بد أن تملكها لمن بعدك. للأسف أنا لما أكون ماسك الفكرة بحبها من الحب إيه ما قتل، ماسك الفكرة كده وقافل عليها فبتموت خلاص. فكرة جميلة لكن خلاص، عشان ما نزعلش الراجل ده أو المرأة دي في بنمشي. كنت حتى وأنا جاي عشان بنعمل تأسيس جديد لدمج جمعيتين مع بعض، المنتدى الإنساني وجمعية تانية اسمها بيت الزكاة. فأحد أعضاء مجلس الإدارة هو أخ مسيحي كان رئيس الصليب الأحمر البريطاني، فقال لي أنا هديك أمثلة اللي حصلت. واحدة اسمها كذا كانت عاملة جمعية، رفضت إنها تسلم الجمعية لحد لغاية إحنا ما طردناها من الجمعية. طردناها يعني ده كمالك، مش بس عندنا في المنطقة العربية وكذا، لا طردناها من الجمعية لأنها كانت طردوهم. المرض عام، المرض عام طبعا. لا 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 المرض عام، بس هم دلوقتي تخطوا المرحلة دي كلها وأصبح عملوا سياسات تجعل المرض ده يقل. يعني ها احنا بنصنعه على نفس الصناعة يعني هو احنا عايزين هذه الهيكليات والسياسات اللي ممكن كيف تحول الجمعية الى فخلاص وضح دي امسح ده بقى. طيب. الهيكلية المثالية أي هيكلية بتعتمد على قدرة الجمعية عن النمو الرأسي والأفقي. كلام تخين ده مش كده، أنا بقول كلام عشان محدش يفهمه فتفتكر إن أنا عندي حاجات ما مش محدش أنا عارفها. وده أغلب شغل الكونسلتنت بيقولوا كده، كلام تخين يتعمل مرة واثنين وثلاثة في الناس تبقى قاعدة عاملة كده. لكن هو كلام أنتوا كلكم عارفينه، بس إيه بتندهشوا وتقعدوا تسقفوا وتدفعوا فلوس وبعدين بعد كده إيه تقول الله طب ما إحنا عارفين الكلام ده. أنا قلت إيه الكلام اللي أنا قلته؟ نسيت. شو بيقولك نسيت ازاي؟ الهيكلية المثالية تعتمد على مدى نموك ونضجك. النمو الافقي النمو نموين، في نمو افقي اللي هو انتشار المجتمعي في المحافظات في المدن في الدول الى اخره، والنمو الراسي اللي هو النمو الفكري مدى استيعابك لمشاكل المجتمع. احنا بنتكلم النهارده مع رزق عن البطالة والتوظيف، ده جزء مهم جدا مشاكل المجتمع. في جمعية تخصصت فيه، في جمعية قالت لا أنا هأكل، في جمعية قالت أنا هشرب، في جمعية قالت لا أنا، وكل ده بيمثل نمو. فأنت كلما يعني المؤسسة في الأول بتبقى عاملة كده. أدي مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي اللي هو المدير التنفيذي، وممكن يكون هنا يعني وان لاير مالية وجمع تبرعات ومشاريع إلى آخر. لكن ممكن دي بقى تبقى تنزل كده، شوف دي تبقى كده. بعدين دي تبقى كده. وبعدين دي تبقى كده. كلما تخصصت في العمل في الداخل كلما زاد تعقيد الهيكل بتاعك اللي أنت حطيته. يعني مثلا أنت وأنت أنا وأنا صغير بخش المدرسة. ما بتدخلني ايه؟ الحضانة صح؟ بتعلم ايه في الحضانة؟ قول لي ألف ألف باء باء تاء ثاء. لما اخش ابتدائي بتعلم ايه؟ لما اخش اعدادي بتعلم ايه؟ لما تخش ثانوي نفس الموضوع احنا حاصل عندنا في كل منحة من مناحي الحياة. فكل لما بكبر في السن وفي الخبرة بخش الجامعة، بعد ما اخش الجامعه بطلع عايز اعمل ماجستير او عايز اعمل دكتوراه او عايز اعمل ابحاث. فده التدرج الايه الراسي، خد بالك. فعندك انت النمو الافقي، لو انت عندك مكاتب في 40 دوله او 30 دوله او 20 دوله لابد تعمل نظام يتابع هذه الايه المكاتب، يتابعها ايه بقى في المشاريع وفي الماليه وفي الاعلام وفي التوظيف وفي الحقوق وفي السياسات في كل شيء، لأن هيطلب منك إنك تجاوب عن كل هذه الأشياء في داخل الجمعية. فمفيش حد يجي يقول لك كده أنت لما تعمل جمعية تعمل كده، لا أنت كل لما تنمو بتعمل شيء، كل لما تنمو بتعمل شيء جديد، كل لما تنمو بتعمل شيء جديد. فأنت على حسب احتياج المجتمع وعلى حسب قدرتك بتعيد هيكلة الهيكل ده مرة تانية. فالهيكل ده
مش زي ما احنا قلنا قبل كده مش شيء استنبة واحدة، لا متغير. ممكن تلغي ادارات، ممكن تدمج ادارات، صح؟ يعني دلوقتي اما كنا بنتكلم لازم دلوقتي كل جمعية يكون عندها ورقة عن كيف محاربة الارهاب، مكافحة الارهاب، قبلك العنف ضد المرأة. يقولك ايه سياستك؟ الاطفال في المخيمات، حماية الاطفال، دي اصبح دلوقتي من المعلوم بالدين بالضرورة عن مؤسسات دولية، طبعا غير المراجعات المالية الداخلية والخارجية الى اخره الى اخره الى اخره، الحسابات واتكلمت فيها قبل كده والمالية الى ومين بيراجع لك حساباتك؟ هل انت بتجيب مراجع قانوني على من ابو 50 قرش ولا بتجيب يعني في 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 بعض المراجعين الخارجيين بياخدوا 50,000 جنيه و100,000 جنيه. يعني في احد المؤسسات الحكومة عملت عليها حاجة اسمها فورنسيك اوديتنج، يعني اللي هو المراجعة المحاسباتية التشريحية، فورنسيك اللي هو زي طب الشرعي يعني. قادوها ناس ماليين وناس امنيين وناس استخباراتيين، كلفت 1,000,000 جنيه. وشوف يعني كل ما تخش في حته كل ما لها عمق اخر، كل ما تخش في حته لها عمق اخر، يعني على حسب نموك وعلى حسب فهمك وعلى حسب مقدرتك وعلى حسب علاقاتك. يا اخواننا مفيش حد يجي يقول لكم حاجه كده اعمل ده يبقى صح، لا غلط. المجتمع كل يوم بيتغير في اليوم 24 مره وممكن في الساعه 60 مره وممكن في وهكذا، والمشاكل بتتعقد وتتشابك في كل حين وفي كل مكان. يعني كنا بنتكلم واحنا قاعدين في في اسطنبول عن مجتمع المدينه اللي كان سيدنا عمر بيمشي ويرجع ولف على 50 بيت ولا 100 بيت ولا 200 بيت، صح؟ ها اديك انا، ادوني اي حي في سوريا، اي حي من الاحياء في المدينه من مدن سوريا. جميليه، ها جميليه، فين الجميليه دي؟ في حلب. في حلب كم فيها؟ كم الف؟ 20,000. المحافظ مش هيعرف يا مشاكل ال 20,000 شخص اللي عاملين عايشين بس في الجماليه اللي هي 20,000 من 30 مليون. شفت الفرق بقى من سيدنا عمر لما كان في مجتمع الشريحه الواحده ومجتمع دلوقتي اللي موجود في سوريا اللي في 2018 اللي فيه 30 مليون. فتخيل بقى كل واحد من 30 مليون عنده 5 مشاكل او 10 مشاكل او 20 مشكله. فعلى حسب تعقيد المجتمع وعلى حسب خروج مشاكل مختلفة كل يوم والتاني، على حسب ما انت بتستجيب ليه، سواء كانت حكومة سواء كان جمعيات سواء كان قطاع خاص سواء كان باحثين سواء 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 الى اخره. فمحدش يجي يقول لك اعملها كده وخلاص، لا، انت بتغير هيكلك وسياستك وفق حاجات المجتمع. اتفضل. من هنا يأتي دور المجتمع المدني والناشطين في الاعمال هذا في توصيل مثلا مشاكل المجتمع الى ايوه. فشوف الجمال في الموضوع نقول بس عليه عشان ايه صعب كم عشان ما نطولش عليكم، انا مش عايز حد يبقى 6 10 5 دقائق. طيب الحريه هي اساس الابداع في كل شيء. انسى بقى انا بتكلم عن مين، بتكلم عن نفسي انا، في الادب في الشعر في الفن في الثقافه في العلم في المعرفه في السفر في الهندسة كل الحاجات حرية. ليه؟ لان انت مش هتبقى قاعد خايف وانت بتطلع فكرة ان حد يجي يقول لك لا. انت الفكرة دي بتطلعها، قد تكون بتطلعها عليك انت شخصيا، مش حرام، حرام مش حرام، قد يكون بتطلعها على المجتمع مش حرام. فاساس كل هذه حل كل هذه المشاكل هي الحرية في دولة القانون ودولة العدل. هتطلع كمية من الإبداع وهتتقدم على كل مكان في العالم. الفرق من بعض الدول والأخرى إن الدول هناك عملت مؤسسات تحافظ على حريات الشعوب، ودول أخرى عملت مؤسسات تقمع هذه الشعوب. فذلك دول تقدموا ودول تأخروا. بالرغم من إن المتأخرين دول مواردهم البشرية ومواردهم الطبيعية أكثر بكثير من المتقدمين. ها سنغافورة فيها ايه؟ صليت عندنا. بريطانيا فيها ايه؟
حبة بحيرة مية وسيفق في ده في ده في ده. واليابان كذلك وغيرهم فيهم ايه؟ فيهم ان خلوا ابداع الشخص ينمو داخل بوتقة الحرية والمحافظة على بشرية الشخص او انسانية الشخص. فالشخص اخرج اعظم ما فيه من امكانات فاصبح ذا الابداع والتقدم وافضح للولاء وحب الوطن والانتماء. خدت بالك؟ فده الفارق. الفارق مش في مصادر بشرية او مصادر مادية، لا، الفارق هو وجود مناخ الحرية الذي يجعل الشخص بغض النظر عن خلفيته الثقافية او الدينية او العمرية او الجنسية انه يبدع، لانه بيحب وطنه، لانه عايز يموت من اجل الدفاع عن وطنه، لان وطنه هو اللي ده الفرصة دي عشان يقف ويبدع وينتج. شفت بقى الفرق ازاي؟ طيب انا بس انا قيل لي ان انا اصمت عن الكلام كما صمتت شهرزاد بعد ان نام شهريار. شهرزاد كان عندكم ولا كان في العراق؟ انت كل حاجة عندكم؟ انت كنت انت ما كنتش عارفين ان ها؟ انت انت بقى انت انت يا شهرزاد تسكتي انت بقى. في حاجة تانية سؤال ملح او تعليق ملح قبل ما نختم؟ التعقيب دكتور. تفضل. بالاضافه لل تشوفك يختفوكي. بسم الله. مو بس انا دكتور طبعا، الاخوات غالبيه الاخوات الموجودين الله يجزيهم الخير عندنا منتدى قراءه. بسم الله ما شاء الله. للشابات. كويس الحمد لله. في بدايه كل شهر ننتقي كتاب، وخلال الشهر يقرا الكتاب، وفي الملتقى الذي بعده يعني يتم مناقشه الكتاب. بسم الله ما شاء الله. انا بقى جاهل، انا ما بقراش خالص. فيك الخير والبركه، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. امين يا رب. جزاك الله خير. ربنا يبارك. انا لما جيت هنا عشان اتعلم، وانتوا 30 ولا 40 كتاب، فانا قريت كلكم في نص يوم. شفت انا ضحكت عليكم ازاي؟ ضحكت عليكم بعشوه. تعالى انت عبان، انت متجوز، انت مشكله، تعالى مش مشكله. ما لا مش مش لا هو خايف 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 يبدا خايف. انا ما بعدش. نحن عندنا منتدى ثقافي اسبوعي، كل اسبوع نقرا كتاب خاص بطلاب الجامعه، خاص بالشباب لطلاب الجامعه يعني من السنه الاولى الى السنه الرابعه. اسبوعيا نقرا كتاب اسمه المنتدى الثقافي الفكري. بحب ينضم له. صلوا على النبي يا جماعه. عليكم السلام. تعال يا ابني، ده ما اتكلمتش انت. انضم. طيب، هو كلمة اقرأ في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها أول كلمة في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معناها بس أقرأ وأكتب، لا، معناها المعرفة، معناها الفهم، معناها الوعي، معناها الإدراك، معناها التعلم، معناها نقل الخبرات. يعني هي موسوعة. كلمة اقرأ مش ريد، مش ريد، هي صناعة، هي صناعة للمخ، صناعة للمعرفة، صناعة للرؤية، صناعة للفكر، صناعة للثقافة، صناعة للوعي، صناعة للإدراك. كلمة اقرأ بس. فلو احنا حجمنا كلمة اقرأ عشان نعلم الناس محو الأمية، احنا لسه ما طلعناش. لا يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرأ ولا يكتب، صح؟ لكن صنع، زي ما أخونا كان بيقول صنعتك على ايه؟ تصنع على عيني. تصنع على عيني ايه؟ يعني هو ربنا حط في كل المحاور ومدارك الفهم والتحليل والاستنباط واستخراج الآراء والحكمة والإدراك والوعي علشان يقود مجتمع. دي كلمة اقرأ لوحدها. اوعوا تفتكروا ان اقرأ دي تعالى يا ابني عشان نقرأ كلمتين، لا. اذا ما قلنا كيف صناعة، اقرأ صناعة، اقرأ صناعة، اقرأ صناعة. تفضل يا سيدي الماركيز. جزاك الله خير دكتورنا الكريم. نشكر يعني باسم جميعا دكتور هاني البنا على ما افاد وقدم في هذه في هذا اليوم الطويل يعني من المحاضره الصباحيه حول العمل الانساني والاغاثي الى المحاضره المسائيه حول دور الشباب في المجتمع.
شكرا جزيلا دكتور، الله يبارك فيك على جهدك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتك جميعا حسناتنا جميعا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا يا إخواني وأخواتي الكريمات على حضوركم وشرفتونا، وإن شاء الله على يعني لقاءات قادمة إن شاء الله يشرفنا الدكتور في يعني في أيام قادمة إن شاء الله. أنا 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 دعوت نفسي إلى أرفع، الله يجزيك الخير، حبوت إلي حبوا، الله يبارك فيك يا دكتور إن شاء الله، وعلى أمل لقاء بكم إن شاء الله في أيام قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. هي هتلاقيهم بيتكلموا في 10 او 12 مشروع بيعملوه كلهم زي بعض، خلاص فتره وانفعال وموسمي وتقليد. بعد كده بقى عايزين ننظم العمل ده اللي هو نمره ايه، 1 2 3 4 5، هتبقى جمعيه هنا، يبقى هنا فتره هتبقى انفعال موسمي تقليد وبعدين جمعيه. الجمعيه ليه بنعملها؟ عشان ننظم العمل، عشان ننظم العمل. ده النمو في المخ بتاع الانسان اللي بيبدا من المبادره، من الفكره، وبعدين المبادره، وبعدين المشروع، وبعدين الجمعيه. شايفين هنا؟ وبعدين هنا هو التقليد موسمي، بعدين فزعه، انفعال، وبعدين فطره. الجمعية هنا بقى بنحاول نأطر لها، والجمعية بقى أصحابها مين هم؟ اللي هم أعضاء الجمعية نفسهم الداخليين، فرق بين الجمعية والمؤسسة. فبنحاول نبني الجمعية من الداخل، اللي احنا بنسميها الحرفية، العمل الحرفي. الحرفية بالنسبة لي هو الالتزام بالإنجاز في الوقت المحدد لتحقيق الهدف المحدد. مش هندي محاضرات أكتر من كده، منتهى البساطة، التزام بإنجاز في وقت محدد لتحقيق هدف محدد. حد بقى يجي يقول لك بشمطة سامسونايت، ببرزنتيشن، بكذا بكذا بكذا، في النهاية الحرفي اللي هو بيلتزم بإنجاز مشروع محدد في وقت محدد لتحقيق هدف محدد. بسيط مش كده؟ هيجوا يدفعوك كل يوم $1,000 و$2,000 وفي الاخر هتصحى توصل لنفس النتيجه. خلاص؟ ده الحرفيه. جزء من الحرفيه ان انت بتجعل الملكيه للمجتمع. هنا اعضاء الجمعيه، هنا المجتمع، عشان تعملوا مؤسسه. لا تعتمد فقط على أعضاء الجمعية، بل تتغذى من أبناء المجتمع كلهم، في تعيين في الوظائف، في تعيين في مجلس الإدارة، في الاستفادة من الكوادر المختلفة في كمائك مختلفة في المجتمع، في بناء الهيكل الداخلي للمؤسسة، في وضع السياسات ووضع الأطروحات ومتابعة هذه الأشياء. أنا بفتكر في التسعينات لما كانت الرؤية أن احنا عايزين ننطلق على أوروبا وأمريكا، أنا قلت لكم في 93 سجلنا في الأمم المتحدة، يعني من 25 سنة، صح؟ دي كانت رؤية، كانت انفتاح، كان بناء داخلي. لما جينا قلنا إيه مقتل أي جمعية أو نقطة ضعف أي جمعية، هي إيه؟ هي المال. مش كيف يجمع، كيف يصرف. فازاي تعمل كنترول على المال علشان تستطيع انك تجذب الملايين من الحكومات والمؤسسات الدولية. فعملنا استثمار في المالية والحسابات. استثمار، اوعى تفتكر ان العمل البحثي مش استثمار، استثمار وجمع تبرعات عن طريقه. انا بعمل ورقة بحثية بتكلفني $50,000، بجيب منها 3-4 مليون دولار، بمعنى انا بقدمها للحكومات وبقدمها للمؤسسات الدوليه، فالعائد بتاعها في فكره المشروع في مكان ما في وقت ما بتجيب الملايين دي كلها. بس كان اول حاجه عشان نطمن كل هؤلاء
في المؤسسية والحرفية اللي هو الهيكل المالي الداخلي للمؤسسة. حذاري حق فلان ولا الشيخ فلان يقول لك يا عم كبر مخك، لا لا يعني لا. شغل الواحد يلبس طاقية ديفراس ده لا. بتشتغلوا في مناطق صراعات، مناطق صراعات يحكمها الأمن المختلف، الاستخبارات المختلفة، الطيارات العسكرية والسياسية والفكرية المختلفة، فأنت مراقب من 50 أو 100 مؤسسة أمنية استخباراتية فكرية إلى آخره، وكل من هذه المؤسسات تصنفك. أوعى نفتكر أن المنطقة على الحدود في أي مكان في منطقة صراعات، منطقة صراعات هي منظورة بالميكروسكوب. فالمقتل اللي عند أي جمعية هنا هو المال، كيف ينفق المال. سهل ان انا اجمع مال، صعب ان انا اوثق صرف المال. يبقى احنا ما ننتقل من الجمعية للمؤسسة، يبقى الملكية اللي احنا كلنا او اغلب جمعياتنا، اغلب جمعياتنا اللي هي لها صفة معينة، ها واقفة فين يا رجالة؟ 90% واقفين فين؟ هنا هو. حتى لو كان عندهم امكانيات المؤسسة المادية، كتير جدا من المؤسسات عندهم امكانيات المؤسسة المادية بدون ذكر اسماء الجمعيات، لكن ما عندهمش قدرة المؤسسة الذهنية على تحويلها من مؤسسة اعضاء الى مؤسسة مجتمع، او من جمعية اعضاء الى مؤسسة مجتمع. وده مش سهل. انا مش هذكر بعض اسامي الجمعيات اللي انا اعرفها شخصيا لا علاقة بيها، ما زالوا منذ 10 سنين يتكلموا في حكمة في عملية الحوكمة اللي هي الجفرنس، لأن الأمناء القدامى مش عايزين يسيبوا. أصل أنا لو سبت هتضيع الجمعية، أصل أنا لو سبت القيم هتضيع، أصل أنا لو سبت الثقافة هتروح، أصل أنا لو سبت وأنت مين أنت؟ ما كلنا هنموت. يعني لو لا لا لو كان لو كان بأيدينا أن يخلد شخص كان خلد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء بعد بعثة سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة، خلاص وما آمن معه إلا قليل. فأنت مين أنت لما تسيب هتضيع المؤسسة؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وسيدنا أبو بكر مات، وسيدنا عمر مات، ما ضاعش الإسلام. فالحجة الواهية عند بعض المتكلسين المتحجرين المنغلقين الانكفائيين بيمنع نمو الجمعية الى ان تصبح مؤسسة، وبيمنع خير المجتمع من ان يدخل مؤسسة. من يدريك لعل هذه المرأة او هذا الشاب عنده من الفكر والقدرة على انه يعمل احسن مني انا بمئة مرة. صح، اجيال تتعاقب وافكار ورؤى وثقافات مختلفة عشان تبني وتكمل في الايه في البناء. فهنا هو بتقف هنا هو. يبقى مؤسسه لو المجتمع ملكها، يعني كل المؤسسات الغير عربيه واسلاميه في في في, في بريطانيا بالذات بيعملوا اعلان عن شغر وشغر اعضاء مجالس الاداره. يقول لك انا عايز ما عضو مجلس اداره يكون متخصص في الاعلام، عايز عضو مجلس إدارة يكون متخصص، عضو مجلس إدارة هو يعتبر إيه؟ يعتبر مجلس أمناء. عضو مجلس إدارة يكون متخصص في الحسابات أو في السياسة أو في في العلاقات الدولية أو في المشاريع أو 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 إلى آخره. فبيسلموا البعض ويستلموا. بيسلموا وبيستلموا. فلذلك هم خرجوا من طور الجمعية للحرفية للمؤسسية. لو إحنا يا رجالة انا هقول لكم كلمه كده وانتوا تقولوا لي ليه وانتوا اللي هتجاوبوا عليها. يعني ايه صناعه؟ حد يقول لي تعريف كلمه صناعه يعني ايه؟ انتوا ناس اهل اللغه العربيه؟ تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي عشان الكاميرا. ها ماجستير لغه. ها ماجستير لغه.
انا مش عارف فين الميكروفون بتاعك اهو. خلاص 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 مسموع الصوت ان شاء الله. تقول قول. الصناعه هي الحرفه. طيب الصناعه هي الحرفه. الحرفه. طيب جزاكم الله خير. كلمه صناعه ليه الاندستري باللغه الانجليزيه معناها ايه؟ تعالى انت يا حبيبي اللابس بتاع خضره انت زرق انت ايوه انت انت ايوه بتضحك انت فين ابنك اللي كان هنا ومشي؟ ابن مين اللي كان هنا؟ هرب؟ ما ينفعش كده. انا مش عايزين نطلع عود اصلا محتاج خشب زان وخشب بلوط. انت مين؟ مواطنة. مواطنة؟ مواطن مش مواطنة. انت شكلك مش ممكن يكون مواطنة ابدا. اتفضل. يعني ايه صناعة؟ كلمة صناعة مثل ما ذكر هي حرفة الانتاج. حرفة الانتاج هي يصنع الشيء يعني ايجاد شيء. طيب جزاك الله خير. حد تاني يعرف صناعة من الاخوات او من الاخوة؟ تفضل. دير الزور. حد من الحسكة هنا؟ اكيد حد من الحسكة. انت حسكة؟ ايوه. الصناعة ايوه هي الابداع. ايوه وهي الابداع وهي خلق افعال واشياء يبدع فيها الانسان. شكرا جزاكم الله خير. صناعة. تعريف اخر للصناعة. تعال يا حمادة انت اللي كنت نايم معايا في نفس الغرفة امس. قوم يا ابني قوم. ما عندك شيء. طيب الاخوات يلا قولوا له الجموه بشيء. حد تاني من الصناعة يعني ايه؟ تقديم منتج جديد. انا بس هديكوا حاجة. تفضل. تفضل. والله اجمل ميكروفون. خذ الميكروفون. ده حلب. نعم ده حلب ده؟ الشهباء؟ هي اولا انتاج الافكار ثم تنظيمها ثم تنظيمها ثم تنفيذها. بسم الله ما شاء الله. جبت الكلام ده منين؟ جوجل. انا هديكوا حاجة دلوقتي. ايه مثلا قلنا احنا مثلا صناعة الاعلام. أو صناعة السينما أو صناعة الطائرات أو المواصلات مش الطائرات صناعة المواصلات. إيه اللي بيخش في تكوين هذه الصناعة؟ صناعة صناعة الطائرات اللي هو سوري المواصلات. يعني إيه كلمة مواصلات؟ وإيه اللي بيخش في تكوين هذه الصناعة في المواصلات؟ المواصلات. ايه هي المواصلات؟ يعني ما اقول لك انا صناعه المواصلات اول شيء تقولوا ايه هي؟ ايه المواصلات اللي عندنا؟ المواصلات. ايه هي المواصلات؟ عشان بعد كده تبتدي تعملي الايه المصانع. تعالي هنا تعالي هنا. وسيله الاتصال قصدك. المواصلات وسيله الطريق للوصول هدف. يعني ايه مواصلات؟ المواصلات. المواصلات يعني اتوبيس. لا اقعد 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 بقى. انا تعالى عشان بوكسنج. ادوات النقل. ايه هي؟ لا انا لا انا بتكلم انا بتكلم بالمفهوم البلدي بتاعي. ما انا اصلا نزلت تحت عشان انا مستواي مش مستواكم. انتوا عليتوا بسم الله ما شاء الله. ايه هي وسائل المواصلات؟ ليه وسائل النقل؟ ايه هي وسائل النقل؟ سيارات. يا عم خليها تتكلم يا عم. ايه مشكل دي؟ تعملي كشري ولا ايه؟ قولي. ايوه قولي قولي. سمعيهم سمعيهم. قطارات الحندور العربة. قولي قولي. كل ده بيمثل صناعة المواصلات. واضح؟ خليك واقف ما تمشيش. كل ده وكل مواصلة من المواصلات لها مصنع بيخش في صناعتها. وكل مصنع له مهندس وله حرفيين وليه مجال وليه سوق. شفت الصناعة شكلها ايه؟ في المواصلات. بحاجة يعني لو ما احنا بحاجة تمام. ما طبعا انا سعيد جدا. انت على فكرة قربي قربي ما تخافيش مش هعدك. وما تيجي نتكلم ايه بقى؟ نتكلم ان صناعة المواصلات فيها كل شيء بيجعل الانسان ينتقل من الالف الى ب. سواء كان الحمار او الحصان او الجمل او العجلة او العربيه اللي كانت بتكلمها الاخت دي او الحنطور او الموتوسيكل اللي هو الدراجه البخاريه او الاوتوبيس او لغايه الطياره لغايه الصاروخ لغايه السفينه لغايه كل شيء. ده اللي انا بتكلم عليه. كلمه صناعه هي اكتر منها حرفه.
واكثر منها مصنع. ها واكثر منها مصنع، لان في كل شيء في صناعه المواصلات في مصنع متخصص في جزء معين. حتى في صناعه السيارات في مصنع بيطلع البودي بتاع السياره، صح، اللي هو الجسم، في مصنع بيطلع اللي هو الموتور، في مصنع بيطلع الازاز، في مصنع بيطلع العجل. شفت قد ايه برضك؟ يعني لما نخش في كلمه صناعه يا اخوانا اسمها ايه، خش بعمق، بخش بعمق، هتلاقي ان في بحار او محيطات من الصناعات اللي احنا لا ندركها. في كل دي موجوده في كل صنعه من الصناعات، في كل صنعه من الصناعات اللي بتؤدي الى عمل الصناعه المجتمعيه. اقول الكلام المعقد تاني؟ اقول الكلام المعقد تاني؟ ها؟ يعني في كل حرفه بتؤدي بآليتها الى جزء من صناعه الصناعه. واضح الكلام معاك ولا مش واضح؟ اما نكون احنا هدفنا ان ننشئ صناعه مجتمعيه، او ان ننظر ان العمل الخيري، دي خافت على فكره، لا انت خايفه بقى، اقعدي هنا خافت، انا قلت لها كلمه كده خوفتها مش كده برضك؟ اه هاتي الميكروفون، خليه معاك. انت تتحكمين في المنصه. فلو انا بنظر اللي انا عايز انشئ صناعه خيريه او صناعه مجتمعيه او صناعه اقتصاديه او صناعه مواصلات او صناعه سينما او صناعه اعلام، لابد ان انظر الى كل مكون من مكونات هذه الصناعه تحت الحرفه اللي داخل الصناعه نفسها. وما الحرفي والصانع والمهندس الا جزء بسيط من الصناعه الكبيره اللي بيمثلها حرفته او مهنته داخل الصناعه الكبيره. واضحه ولا مش واضحه؟ حتى استاذ الدكتور مساله ورد مصطلح ولتصنع على عيني، يعني تعال هات يعني الله تعال انت بقى هنا بقى شخصيه متكامله حسب كل الجوانب. شكرا على المنصه يا ريس. احنا لا نريد ان نخرج، يعني نريد ان نقعد هنا نشارك كثيرا. انها هنا قاعده. نعم الله يجزيك. هو قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ نعم. إنها هنا قاعدون؟ أنا قلت. أيوه هو. وأنت في قول كل حاجة يا ابني؟ اديله ده حسكاوي ده ولا مش حسكاوي؟ هذا حلبي. حلباوي. نعم. طيب. يعني هو فعلاً ورد مصطلح في القرآن الكريم، ولتصنع على عيني. على عيني، معناها إيه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ربى واجتبى واصطفى الأنبياء فجعلها شخصية، يعني هي في أعلى درجات الكمال بحيث أن تؤدي الرسالة الإلهية للبشر. طيب فهي صناعة، يعني صناعة رجال. أنا موافق معك. نعم. لو خشنا الجسم البشري زي جسمك أو جسم ده، هنلاقي فيه إيه؟ هنلاقي فيه قلب وفي كبد. نعم. وفي رئة. وفي مخ وفي عين. نعم. وفي جهاز اللي هو العمود الفقري والجهاز العظمي كله، وفي جهاز دموي، وفي حاجة. كل جزء من هذا اللي في الجلد، كل هذا بيكون صناعة الجسد. شفت بيكون ايه؟ بيكون دي، لكن كل جزء منهم مصنع لوحده. وعملية التكامل او اللي هو السنكرونس، يعني ايه اللي هي يعني التوافق في تيسير الانسجام، في تيسير عمل كل عضو من اعضاء هذا الجسم من خلال الصناعه، هو صنعه لوحدها. يعني نحن نفهم من خلال هذا التدرج في العمل الخيري والانساني. أيوة. بحيث انه يصل الى الصناعه، فربما في الاطوار الاولى. أيوة. هو قد يعني الم بجانب. آه. بجانب. آه. بجانب رب حتى يكتمل في عند الهرم. آه. بحيث انه اصبح شمولي. بسم الله ما شاء الله. بحاجيات ابوس راسك. الله انا اللابوس، انت ما تبوسش. بس انا عايز اقول لكم ايه، عايز اقول لكم ايه، لو انا نظرت وانا هنا بالفطره ان انا عايز انشئ صناعه هتعدى كل هذه المراحل، لكن لو انا نظرت ان انا عايز انشئ جمعيه ممكن اقف عند التقليد. ده الفارق. انت دلوقتي لما نرجع نشوف اللي هم ابداع العلماء المسلمين خاصه تفننوا في العلم التطبيقي،
سواء كان في الطب او في الزراعه او في المياه او في كذا او في كذا او في الهندسه او في الجبر او في الهندسه، كل الحاجات دي كلها كل منهم كان يسعى الى اكتشاف حقائق العلم، ولم يسعى الى اكتشاف نفسه او كتابه نفسه في التاريخ. فذلك ربنا فتح لهم بطون واعماق وافاق العلم اللي خلدهم الى يومنا هذا. فكل واحد منهم كان بينظر نظره بعيده كيف يخدم الانسانيه من خلال تخصصه، اللي اكتشف الدوره الدمويه واللي اكتشف الصفر واللي اكتشف كذا واللي اكتشف كذا واللي اكتشف كذا. ليه؟ لان كل واحد فيهم كان واقف على قاعده ايمانيه ليخدم الانسانيه من خلال التخصص بتاعه. فلذلك يا شباب لو احنا بصينا ان احنا نريد ان ننشئ صناعه انسانيه وصناعه مجتمعيه هننشئها، سنضع لها السياسات وسنضع لها الاطر وسنضع لها القوانين وسنضع لها الهياكل وسنضع لها النظريات. الاخرين سبقونا، مش حرام، بالعكس احنا نحييهم ونقول لهم جزاكم الله خير، لكن ما نبقاش احنا تابعين ابد الدهر ابدا. معايا؟ ابدا. نبني على ما حققه وانجزه الاخرين او الاخرون حسب اللغه العربيه، نصب ولا جر. ايوه. ها؟ نتمنى ما نرجعش للصفر تاني ونقعد نتخانق مع بعض وانت تبص لي وانا ببص، لا. فلذلك في اي شيء، وخلي بالك الصناعه دي مالهاش افاق. ايوه. مفتوحه. العلم مالوش حدود، مفتوح. المعرفه مالهاش حدود، مفتوحه. ايوه. كما احنا مثلا في المصطلحات الشرعيه عندنا مثلا مقلد. ايوه. عندنا مجتهد مقيد. كلم الناس ما تكلمش. ايوه. مجتهد مطلق. يعني بحيث كلمهم، مش انا مش دعوه، انا مش واقف انا اهو. ايوه. كذلك هذه يعني على نفس كلمهم. مفيش فايده. يا عم بص للجمهور. انا عادي. يا عم بص للجمهور. بص هنا. يعني هو المقصود هنا كما فهمنا من الدكتور يعني ان يعني هو التدرج في العمل، كما انه الانسان لابد من تطوير نفسه حتى يصل الى صناعه الامر، يعني صناعه العمل. أيوة. الخيري الذي يحيط باحتياج الناس او احتياج البشريه بكافه الجوانب العلميه والتربيه والاغاثه وكل شيء، يعني ويكون هو مبدع ومتجدد. نعم. جزاكم الله خير. ها، وضحت الفكره يا شباب؟ يبقى انا هدفي بفطرتي ان اصنع صناعه. كان ذكرت مش عارف بقى امبارح ولا النهارده ولا فين، الواحد ملخبط الجو عنده دلوقتي، ان من 30 سنه او من 5، يعني هقول لكم حاجه، صلوا على النبي. بعد ما سجلنا الجمعيه في 89 كان شخص كده مخه ضارب بدون ذكر اسمه، مخه ايه؟ هتعرفوه انتوا بعد كده. مخه ضارب. ها؟ الشخص ده مش ما كانش رئيس جمهوريه. كان بيقعد في الطياره يعلم على كل مدينه عايز يفتح فيها مكتب. اتفتحت المكاتب دي كلها. خلاص؟ بالرغم لا كان لا في مكتب اصلا ولا في ميزانيه ولا في استراتيجيه ولا في اي شيء. كان هدف الشخص ده ومجموعه من الاشخاص دول انهم يدعوا المكان ده في كل حته في العالم. اصبح موجود. أصبح موجود، أصبح موجود. كان أصل الهدف بالفكرة مساعدة الفقير بعد المجاعة اللي كانت حاصلة في أفريقيا في 1983. ما بنضرب الأمثلة دي كلها، أنت تطلع إلى أن كيف تخدم العالم وكيف تخدم الإنسانية بفكرة جديدة. ده اللي احنا بنتكلم عليه في منطوق الصناعة. أعتقد أن أنا إيه تقريبا خلصت دلوقتي، وعايز كنت لو في أي حد عايز يعقب او يدلي، ها، او سؤال او انا جاهز. تفضلوا، اسئله، تعقيب، تعليق، اي شيء. انتوا تعبتوا ولا ايه؟ لان لسه بسخن. ام كلثوم كانت تاخد الوصله الاولانيه ساعه والتانية ساعة والتالتة اديني من وقتك ساعة، ساعة واحدة يا حبيبي. يا عم انتوا ما بتغنوش في سوريا؟ تعالى مش هغني بس. طب ما أي حاجة قول. دكتور لو سمحت بس ممكن يعني تعطينا فكرة عن
الهيكليات، يعني كيف الواحد ممكن يهيكل جمعية من ناحية الهيكلية الإدارية، يعني الأسس الرئيسية والنظامية لهيكلة أي جمعية؟ حاضر أمسح دي خلاص؟ بدي أسأل سؤال عندي. ها؟ خليني اجاوب. معلش. عايز تسأل سؤال عندي؟ هو كنت بدي أسألك بس عن الفترة الزمنية بين كل مرحلة ومرحلة. على حسب، هو طبعا ما فيش حاجة بتطلع تسلق كده سلق. واخبال حضرتك؟ يعني الفترة دي موجودة خلاص. الفزعة بتعملها في أي وقت. لو أنت حسيت بحلاوة الفزعة تبتدي تحولها إلى مبادرة وإلى مشروع وإلى عمل موسمي إلى آخره. ده ممكن ياخد لك 3-4 سنين. 3-4 سنين توصل الجمعية. ممكن تاخد كده، ممكن أقل من كده. بين جمعية ومؤسسة. لا، ودي هنا العقدة هنا. العقدة هنا في معناها إيه؟ في معناها إن أنت كيف هتسيب الكنترول للآخرين. دي ممكن تاخد لها 20 سنة. ما انت عشان توصل لدي لابد تحل المشكلة دي. المشكلة دي فيها الأنا. فيها ايه؟ فيها الأنا. لا أريكم إلا ما أرى ولا أديكم إلا سبيل الرشاد. فيها الأنا. فدي أخطر منطقة. ممكن انها تكون تعمل جمعية من أجمل الجمعيات لكن تقف خلاص. مش قادر تتنازل. يعني أنا شفنا جمعيات كثيرة في بريطانيا كانت رائدة في السبعينات. رئيس مجلس الإدارة رفض أنه يسيبها. مثل جمعية ما تحولتش خلاص. كان يجي لها كل الناس من كل صوب وحد، وأصر أن يقعد فيها إلى الأبد لغاية ما مات وقت مع الجمعية. فلذلك يعني إذا أن أردت لفكرتك أن تنمو فلا بد أن تملكها لمن بعدك. للأسف أنا لما أكون ماسك الفكرة بحبها من الحب إيه ما قتل، ماسك الفكرة كده وقفل عليها فبتموت خلاص. فكرة جميلة لكن خلاص عشان ما نزعلش الراجل ده او المرأة دي في بنمشي. كنت حتى وانا جاي عشان بنعمل تأسيس جديد لدمج جمعيتين مع بعض، المنتدى الانساني والجمعية التانية اسمها بيت الزكاة. فاحد اعضاء مجلس الإدارة هو اخ مسيحي كان رئيس الصليب الاحمر البريطاني، فقال لي انا هديك امثلة اللي حصلت. واحدة اسمها كذا كانت عاملة جمعية رفضت انها تسلم الجمعية لحد لغاية احنا ما طردناها من الجمعية. طردناها يعني ده كمالك مش بس عندنا في المنطقة العربية وكذا، لا طردناها من الجمعية لأنها كانت طردوهم. المرض عام. المرض عام طبعا. ما كنا نعتقد فقط لا 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 المرض عام. بس هم دلوقتي تخطوا المرحلة دي كلها وأصبح عملوا سياسات تجعل المرض ده يقل. احنا يعني. ها؟ احنا بنصنعه. على نفس الصناعة يعني. يعني هو احنا عايزين هذه الهيكليات والسياسات اللي ممكن كيف تحول الجمعية لمؤسسة. فخلاص وضح دي امسح ده بقى. الهيكلية المثالية اي هيكلية بتعتمد على قدرة الجمعية عن النمو الرأسي والأفقي. كلام تخين ده مش كده، انا بقول كلام عشان محدش يفهمه فافتكر ان انا عندي حاجات مش محدش انا عارفها. وده اغلب شغل الكونسلتنت بيقولوا كده، كلام تخين يتعمل مره واثنين وثلاثه فالناس تبقى قاعده عامله كده. لكن هو كلام انتوا كلكم عارفينه بس ايه بتندهشوا وتقعدوا تسقفوا تدفعوا فلوس وبعدين بعد كده ايه تقول الله طب ما احنا عارفين الكلام ده. انا قلت ايه الكلام اللي انا قلته؟ نسيت. شو بيقول لك نسيت ازاي؟ عن الهيكليه المثاليه تعتمد على مدى نموك ونضجك. النمو الافقي نموين، في نمو افقي اللي هو انتشار مجتمعي في المحافظات في المدن في الدول الى اخره، والنمو الراسي والنمو الفكري مدى استيعابك لمشاكل المجتمع. احنا بنتكلم النهارده مع رزق عن البطاله والتوظيف، ده جزء مهم جدا مشاكل المجتمع. في جمعيه تخصصت فيه، في جمعيه قالت لا انا هاكل، في جمعيه قالت انا هشرب، في جمعيه قالت لا انا، وكل ده بيمثل نمو. فانت كلما يعني المؤسسه في الاول بتبقى عامله كده، ادي مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي اللي هو مدير التنفيذي، ممكن يكون هنا يعني وان لاير مالية وجمع تبرعات ومشاريع إلى آخره. لكن ممكن دي بقى تبقى تنزل كده، شوف دي تبقى كده بعدين دي تبقى كده وبعدين دي تبقى كده. كلما تخصصت في العمل في الداخل كلما زاد تعقيد الهيكل بتاعك.
انت حطيته. يعني مثلا انت وانت انا وانا صغير بخش المدرسة ما بتدخلني ايه الحضانة صح؟ بتعلم ايه في الحضانة؟ قول لي ألف ألف باء باء تاء ثاء. لما خش ابتدائي بتعلم ايه؟ لما خش اعدادي بتعلم ايه؟ لما تخش ثانوي نفس الموضوع هنا حاصل عندنا في كل منح منح من مناحي الحياة. فكل ما بكبر في السن وفي الخبرة بخش الجامعة. بعد ما اخش الجامعة بطلع عايز اعمل ماجستير او عايز اعمل دكتوراه او عايز اعمل ابحاث. فده التدرج الايه الرأسي. بالك فعندك انت النمو الافقي لو انت عندك مكاتب في 40 دولة او 30 دولة او 20 دولة لابد تعمل نظام يتابع هذه الايه المكاتب. يتابعها ايه بقى؟ في المشاريع وفي المالية وفي الاعلام وفي التوظيف وفي الحقوق وفي السياسات في كل شيء. لان هيطلب منك انك تجاوب عن كل هذه الاشياء في داخل الجمعية. فمفيش حد يجي يقول لك كده انت لما تعمل جمعية تعمل كده. لا انت كل لما تنمو بتعمل شيء. كل لما تنمو بتعمل شيء جديد. كل لما تنمو بتعمل شيء جديد. فانت على حسب احتياج المجتمع وعلى حسب قدرتك بتعيد هيكلة الهيكل ده مرة تانية. فالهيكل ده مش زي ما احنا قلنا قبل كده مش شيء استنبه واحدة. لا متغير. ممكن تلغي ادارات. ممكن تدمج ادارات. صح؟ يعني دلوقتي اما كنا بنتكلم لازم دلوقتي كل جمعية يكون عندها ورقة عن كيف محاربة الارهاب. مكافحة الارهاب. قبلك العنف ضد المرأة. يقولك ايه سياستك؟ الاطفال في المخيمات. حماية الاطفال. دي اصبح دلوقتي من المعلوم بالدين بالضرورة. عن المؤسسات الدولية. طبعا غير المراجعات المالية الداخلية والخارجية الى اخره الى اخره الى اخره. الحسابات واتكلمت فيها قبل كده والمالية الى ومين بيراجعك حساباتك؟ هل انت بتجيب مراجع قانوني على من ابو 50 قرش ولا بتجيب يعني في 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 بعض المراجعين الخارجيين بياخدوا 50,000 جنيه و100,000 جنيه. يعني في احد المؤسسات الحكومة عملت عليها حاجة اسمها فورنسيك اوديتنج يعني اللي هو المراجعة المحاسباتية التشريحية. فورنسيك اللي هو زي الطب الشرعي يعني. قادوها ناس ماليين وناس امنيين وناس استخباراتيين. كلفت 1,000,000 جنيه. وشوف يعني كل ما تخش في حتة كل ما لها عمق اخر. كل ما تخش في حتة لها عمق اخر. يعني على حسب نموك وعلى حسب فهمك وعلى حسب مقدرتك وعلى حسب علاقاتك. يا اخوانا مفيش حد يجي يقول لكم حاجه كده اعمل ده يبقى صح. لا غلط. المجتمع كل يوم بيتغير في اليوم 24 مره ويمكن في الساعه 60 مره ويمكن في وهكذا. والمشاكل بتتعقد وتتشابك في كل حين وفي كل مكان. يعني كنا بنتكلم واحنا قاعدين في اسطنبول عن مجتمع المدينه اللي كان سيدنا عمر بيمشي ويرجع ولف على 50 بيت ولا 100 بيت ولا 200 بيت صح؟ ها اديك انا ادينا اي حي في سوريا اي حي من الاحياء في المدينة من مدن سوريا. جميلية ها؟ جميلية. فين الجميلية دي؟ في حلب. كم فيها كم الف؟ 20,000. المحافظ مش هيعرف يا مشاكل العشرين الف شخص اللي عاملين اللي عايشين بس في الجميلية اللي هي 20,000 من 30 مليون. شفت الفرق بقى من سيدنا عمر لما كان في مجتمع الشريحة الواحدة ومجتمع الوقت اللي موجود في سوريا اللي في 2018 اللي فيه 30 مليون. فتخيل بقى كل واحد من 30 مليون عنده 5 مشاكل او 10 مشاكل او 20 مشكلة. فعلى حسب تعقيد المجتمع وعلى حسب خروج مشاكل مختلفة كل يوم والتاني على حسب ما انت بتستجيب ليه سواء كانت حكومة سواء كان جمعيات سواء كان قطاع خاص سواء كان باحثين سواء 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 الى اخره. فمحدش يجي يقول لك اعملها كده وخلاص. لا انت بتغير هيكلك وسياساتك وفق حاجات المجتمع. اتفضل. من هنا ياتي دور المنطقه المجتمع المدني والناشطين في الاعمال هذا في توصيل مثلا مشاكل المجتمع الى ايوه. شوف الجمال في الموضوع نقول بس عليه عشان ايه
الساعة بقى كام عشان ما نطولش عليكم، انا مش عايز حد يبقى 6 10 5 دقايق. طيب الحرية هي اساس الابداع في كل شيء. انسى بقى انا بتكلم عن مين، بتكلم عن نفسنا في الادب، في الشعر، في الفن، في الثقافة، في العلم، في المعرفة، في السفر، في الهندسة، كل حاجات حرية. ليه؟ لان انت مش هتبقى قاعد خايف وانت بتطلع فكرة ان حد يجي يقول لك لا. انت الفكرة دي بتطلعها، قد تكون بتطلع عليك انت شخصيا، مش حرام، حرام مش حرام، قد يكون بتطلع على المجتمع، مش حرام. فأساس كل هذه، حل كل هذه المشاكل هي الحرية في دولة القانون ودولة العدل. هتطلع كمية من الإبداع وهتتقدم على كل مكان في العالم. الفرق من بعض الدول والأخرى إن الدول هناك عملت مؤسسات تحافظ على حريات الشعوب، ودول أخرى عملت مؤسسات تقمع هذه الشعوب. فذلك دول تقدموا ودول تأخروا، بالرغم من ان المتاخرين دول مواردهم البشريه ومواردهم الطبيعيه اكثر بكثير من المتقدمين. ها سنغافوره فيها ايه؟ صليت عن بريطانيا فيها ايه؟ حبه بحيره ميه فيها ده. واليابان كذلك وغيرهم فيهم ايه؟ فيهم ان خلوا ابداع الشخص ينمو داخل بوتقه الحريه والمحافظة على بشرية الشخص أو إنسانية الشخص. فالشخص أخرج أعظم ما فيه من إمكانات، فأصبح ذا الإبداع والتقدم، وأفضح للولاء وحب الوطن والانتماء. خدت بالك؟ فده الفارق. الفارق مش في مصادر بشرية أو مصادر مادية، لا، الفارق هو وجود مناخ الحرية الذي يجعل الشخص بغض النظر عن خلفيته الثقافية أو الدينية أو العمرية أو الجنسية أنه يبدع، لأنه بيحب وطنه، لأنه عايز يموت من أجل الدفاع عن وطنه، لأن وطنه هو اللي ده الفرصة دي عشان يقف ويبدع وينتج. شفت بقى الفرق إزاي؟ طيب أنا بس أنا قيل لي أن أنا أصمت عن الكلام كما صمتت شهرزاد بعد أن نام شهريار. شهرزاد كان عندكم ولا كان في العراق؟ انت كل حاجة عندكم؟ انت كنت انت ما كنتوش عارفين ان صدرناها انت انت بقى انت انت يا شهرزاد تسكتي انت بقى. في حاجة تانية سؤال ملح او تعليق ملح قبل ما نختم؟ التعقيب دكتور تفضل. بالإضافة للحرية اللي تفضل فيها المهمة في عملية اصل الحرية ده منتج في اي ابداع، يعني هناك ايضا العلم والقراءه هذا من الاجزاء المكمله. وهناك طبعا في احصائيه في الدول العربيه ان نسبه ما يقراه العرب من الكتب 3 ارباع كتاب في السنه، بينما اليابانيين 80 كتاب في السنه. شفت بقى؟ فهذا الفارق الذي يجعل يعني القراءه جزء من المعرفه. وكلمه اقرا في القران مش ريد، ها نقرا كتاب في الشعر. بسم الله ما شاء الله. سأفعلها بقى الست قاعدة مش معايا تكتب. تعالي قولي لهم كده عشان تطلعوا قدام التلفزيون بي بي سي تشوفك يختفوكي. بسم الله. مو بس أنا دكتورة طبعا، الأخوات غالبية الأخوات الموجودين الله يجزيهم الخير عندنا منتدى قراءة. بسم الله ما شاء الله. للشابات. كويس الحمد لله. في بداية كل شهر نلتقي كتاب، وخلال شهر يقرأ الكتاب، وفي الملتقى الذي بعده يعني يتم مناقشة الكتاب. بسم الله ما شاء الله. أنا بقى جاهل، أنا ما بقرأش خالص. فيك الخير والبركة، والله يجزيك الخير ويبارك فيك. آمين يا أبا عمي، جزاك الله خير. أنا لما جيت هنا عشان أتعلم، وأنتوا 30 ولا 40 كتاب، فأنا قريت كلكم في نص يوم. شفت أنا ضحكت عليكم إزاي؟ ضحكت عليكم بعشوة. تعالى أنت عبان، أنت متجوز أنت مشكلة، تعالى مش مشكلة. ما شاء الله. لا مش مش لا هو خايف يبدا خايف. انا ما بعدش. نحن عندنا منتدى ثقافي اسبوعي، كل اسبوع نقرا كتاب خاص بطلاب الجامعه، خاص بالشباب بطلاب الجامعه، يعني من السنه الاولى للسنه الرابعه اسبوعيا نقرا كتاب اسمه المنتدى الثقافي الفكري.
بحب ينضم له. صلوا على النبي. عليك السلام. عليه. إيه تعال يا ابني. ده ما كلمتش أنت. انضم طيب. هو كلمة اقرأ في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها أول كلمة في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش معناها بس أقرأ واكتب، لا، معناها المعرفة، معناها الفهم، معناها الوعي، معناها الإدراك، معناها التعلم، معناها نقل الخبرات. يعني هي موسوعة. كلمة اقرأ مش ريد، مش ريد، هي صناعة، هي صناعة للمخ، صناعة للمعرفة، صناعة للرؤية، صناعة للفكر، صناعة للثقافة، صناعة للوعي، صناعة للإدراك. كلمة اقرأ بس. فلو احنا حجمنا كلمة اقرأ عشان نعلم الناس محو الأمية احنا لسه ما طلعناش. لا يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرأ ولا يكتب، صح، لكن صنع زي ما اخونا كان بيقول صنعتك على ايه؟ ربنا يصنع على عيني. تصنع على عيني ايه؟ يعني هو ربنا حط في كل المحاور ومدارك الفهم والتحليل والاستنباط واستخراج الآراء والحكمة والإدراك والوعي علشان يقود مجتمع. دي كلمة اقرأ لوحدها. اوعى تفتكروا ان اقرأ دي تعال يا ابني عشان نرى كلمتين، لا، اذا ما قلنا كيف صناعة، اقرأ صناعة، اقرأ صناعة، اقرأ صناعة. تفضل يا سيدي الماركيز. جزاك الله خير دكتورنا الكريم، نشكر يعني باسم جميعا دكتور هاني البنا على ما افاد وقدم في هذه في هذا اليوم الطويل يعني من المحاضره الصباحيه حول العمل الانساني والاغاثي الى المحاضره المسائيه حول دور الشباب في المجتمع. شكرا جزيلا دكتور، الله يبارك فيك على جهدك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتك جميعا حسناتنا جميعا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا يا إخواني وأخواتي الكريمات على حضوركم وشرفتونا، وإن شاء الله على يعني لقاءات قادمة إن شاء الله يشرفنا الدكتور في يعني في أيام قادمة إن شاء الله. أنا 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 دعوت نفسي إلى أرفع. الله يجزيك الخير. حبوت إلي حبوا. الله يبارك فيك يا دكتور إن شاء الله، وعلى أمل لقاء بكم إن شاء الله في أيام قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير.